المواطنين. ما في حد يمثل الحكومة هنا، ولا حد يمثل مجلس النواب، ولا أي نقابة أو جمعية. كل واحد موجود بصفته الخاصة. أنا وجودي كمستضيف لن أبدي أي رأي في أي شيء، لأن المطلوب اليوم هو، والدعوة جاءت غلط، حوار، هي جلسة سماع. إحنا نريد أن نسمع منكم، لأنكم أنتوا أهل البلد، أنتوا الناس، أنتوا المعنيين بالقانون. بدنا نسمع ونرفع رأيكم للحكومة، لمجلس النواب، مجلس الأعيان، وننقل بأمانة ما تدلوا به من آراء. طبعا احنا هنا فقط لندلي برأي، وليس لنناقش ولا لنعترض على رأي آخر، رجاء. يعني ما فيش حوار ولا رد ولا أخذ، حتى يكون اجتماعنا حضاري كما أنتم دائما، ويكون منتج من يتكلم رجاء يقدم اقتراح فقط حول القانون، وفقط حول القانون. نحن مش هنا لنحاسب الحكومة ولا لنحاسب أي جهة. هنا نحن خدم، كلنا خدم لهذا الوطن في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، وأي رأي نبديه هو لخدمة هذا الوطن. بعد ذلك أنا أيضا طبعا كالعادة بصفتي عن الملتقى أرفع تقرير إلى جلالة الملك بملخص الموضوع، أو إلى الديوان الملكي العام. ما فيش هنا أي شخص موجود بأي صفة إلا بصفة الملتقى. الأستاذ فادي داود أصبح المدير الحالي للملتقى طلال أبو غزاله، واستلم مهامه من الأستاذ لؤي أبو عصبة الذي كان له فضل كبير في إنجاح الملتقى، وانتقل الأستاذ لؤي إلى مهمة أخرى لا تقل أهمية عن الملتقى. إلى يساري أخي وصديقي السيد أحمد الجلودي، ليس بصفة إلا أنه رئيس لجنة الضرائب في الملتقى. هو يعني الثلاثة اللي قاعدين هنا تحتكم خدم لهذا اللقاء. إحنا الثلاثة خدم عندكم لهذا اللقاء، ليس لنا صفة إلا أننا نمثل هذا المركز الفكري الذي سيستجمع آراءكم ويرفعها بشكل منظم وشكل حضاري ومدروس إلى صانعي القرار. فرجاء بيضوني وجهي مثل دائما بأن نكون نموذج. الله، أنتم اللي بتبيضون، أنتم البركة. بدي أثبت أنه نحن نستطيع أن نعطي دروس للأمم الأخرى في كيفية إبداء الرأي الإيجابي والذي يخدم المصلحة. ما عندي أنا أي خطاب ولا أي كلام، وأنا هنا فقط لأستمع. كل ما هو يقال مسجل، كل كلمة عندنا تسجيل لها، فالاجتماع هذا يسجل صوتيا ويسجل كتابة. أيضا نحن على الهواء في محطة طلال أبو غزاله للأعمال والثقافة، كل ما نقوله هو الآن على البث، وهنالك بث أيضا من خلال موقع المجموعة داونستريم، وعندنا أيضا البث من خلال الفضائيات والمؤسسات الموجودة معنا اليوم. فنحن كل كلمة نقولها ستسمع، وكل كلمة نقولها ستسجل، حتى لا يكون في خطأ في التعبير عن ما قيل. هذا ما أردت أن أقوله فقط، وأن أؤكد بأن إن شاء الله سيكون هذا الاجتماع الفريد من نوعه، لأنه إحنا جلسة، مش جلسة مثل جلسة عائلية لنسمع ملاحظات بعض دون أن نرد عليها، فقط نسمعها ونحترم رأي الآخر كما يحترم رأينا. فأرجوكم أن تتعاونوا معي، أنا فقط هنا كخادم لإدارة الجلسة، وليس لدي لا رأي ولا وجهة نظر في أي شيء موجود أو قيل أو سيقال. الرأي لكم والسماع لكم.
بكل سرور نبدا الجلسه حتى نستفيد من الوقت. تفضل. شكرا. وكما تفضلت اللي بيحكي يوقف بس مشان يشوفوا الزملاء الاخرين. انا اسمي يوسف القرنة، نائب سابق رئيس اللجنه الماليه للمجلس السابق. شكرا كثير لملتقى طلال ابو غزاله على اتاحه الفرصه لمناقشه القانون الجدلي للطرحيه الحكومه حاليا. انا شخصيا كنت بفضل انه الحكومه لو طلبت من صندوق النقد الدولي سند سماح ريثما تستطيع ان تحضر وتدرس وتقدم مشروع لقانون ضريبه يناقش العبء الضريبي ككل، مبيعات الى دخل الى رسوم الى غيرها. وموازاة لذلك يتم ايضا عمل مسح جديد لتحديد خط الفقر، ومن ثم في السنه القادمه تتقدم الحكومه ب يعني مشروع سيتم التوافق عليه من كافه المكونات الاقتصاديه والمجتمع. اما هو ان الحكومه قدمت القانون والان الحقيقه الخلافيه كبيره عليه، وانا يعني اخشى ان اقول ان الحكومه فوق الشجره ويعني تحتاج الى من ينزلها عن الشجره. فانا يعني عندي ملاحظات سريعه. اولا الحقيقه المبدا الدستوري الثابت لفرض الضريبه هو انه ما تتجاوزش الضريبه مقدره المكلف على الاداء. فالسؤال اللي بطرحه هو السؤال الاستنكاري، هل لدينا دراسات علميه تبين مقدرة المكلف على أداء الضرائب ورسوم مختلفة مقارنة مع دخله والتزاماته؟ ثانياً، أما وإنه ما فيش دراسات، أنا شخصياً أدعي من خلال خبرتي المتواضعة إنه خط الفقر بحدود 800 أو ما ينيف عن 800 دينار، وبالتالي يعني على الحكومة أن تتعامل مع ضريبة الدخل من هذا المنبر. ملاحظات سريعة على القانون، أنا بعتقد الضريبة على الأفراد الفجوة كبيرة بين القانون الساري المفعول 24,000 زائد 4,000 فواتير 28,000 إلى 18,000. هذا عبء في الحقيقة حسب الشرائح أيضا 5% و 10% وهكذا دولي، بدلا من 7% بالقانون الساري المفعول و 10% وهكذا دولي. أنا بعتقد أنه الآن في 750 دينار الفرق، وبالتالي أقترح اقتراح من هذا المنطقة أن تتقدم الحكومة برفع الإعفاء الطبيعي للأشخاص الطبيعيين إلى 20,000 زائد 4,000 دينار فواتير. سيقوم فقط على القانون الحالي بدفع 200 دينار، وعلى الحكومة أن تقدم جدولا لذلك. عندها سيقوم الشخص الطبيعي بين القانون الفرق بين السعر المفعول والمقترح فقط 200 دينار. القضية الثانية هي الصناعي. الحقيقة القطاع الصناعي أنتم تعلمون جميعا أكثر مني بأنه يعني الإقليم وانعكاساته على الصناعة المحلية. القطاع الصناعي أنا راح أختصر، القطاع الصناعي كثير سيء. أنا أقترح على السريع بدلا من أنه عمليتها تصاعدية الآن 20% وتساوي بالقطاع التجاري وبعدين نزلة، أنا بقترح تصاعدية بدلا تنازليه، تكون الان 14% لاستقرار التشريع للقانون الحالي، ومن ثم تصاعديا الى ان يتعافى القانون القطاع الصناعي. الملاحظه الثالثه شركات تضامن، شركات تضامن 131,000 شركه. يعني في الحقيقه واكثرها صغار الكسبه من دكاكين ومحادد ومناجر والمنيو الى ذلك. في الحقيقه البند واو من الماده اعتقد 16 موضوع الألف دينار على شركات تضامن، أنا بعتقد أنه ظلم على هذه الشركات. النقطة الأخيرة اللي هي البنوك، أنا بس يعني بدي أحط واقع على الجميع أنه البنوك هو القطاع الوحيد في الأردن الذي لا يدفع ضريبة مبيعات. مش أنا بقول لازم يدفع، بس هو القطاع الاقتصادي الوحيد الذي لا يدفع ضريبة مبيعات. كافة القطاعات الاقتصادية تدفع ضريبة مبيعات بلس ضريبة الدخل. فأنا بقترح اقتراح بسيط أنه 1% التكافل وال1% البحث العلمي انها هاي تكون على البنوك والشركات الماليه والتعدين وشركات الاتصالات. وشكرا لاتاحه الفرصه. اشكرك جدا، اشكرك على ملاحظاتك. ملاحظات هامه وموضوعيه، تسمح تعطينا اياها مكتوبه؟
خلال إذا عملتها خلال 24 ساعة بكون ممنون، وكذلك الزملاء خصوصا اللي ما بيصير عنده وقت يقدم إذا خلال 24 ساعة، لأن الحكومة معطية مهلة محددة لسماع الآراء، فإذا بنستلمها الخميس آخر يوم، الخميس آخر يوم حتى نقدر نؤدي الواجب رجاء. بدي بس معلش، أنا لازم شخص يساعدني يكتب فقط حسب الطلب. روبرتس رولز اوف اوردر بتقول أن الكلام حسب تسلسل الطلب، في لازم واحد بس، إذا بس تكتب حسب التسلسل لأنه ما بقدر أميز حدا على حد. مساء الخير، كمان أود أن أشكر سعادة الأستاذ طلال أبو غزالي والملتقى على المبادرات والدائمة، وإحنا يعني زي ما تفضل الأستاذ طلال إحنا في موقع اللي نتكلم فيه كلنا عن مصلحة وطنية ومصلحة عامة. إذا بنتكلم عن ملاحظات فهي ليس هي انتقادي، وإنما يعني تسويق لمشروع قانون أعتقد نشوف يعني الأسباب الموجبة للقانون بداية، واعتقد ان الحكومه بدايه ما يعني ما سوقت باسباب موجبه للقانون. اللي سمعناه انه كان مطلوب من تعديل القانون ان يكون عندنا تحصيلات 280 مليون، فهل كان على الحكومه ان تلجا الى تعديل القانون ام الى اساليب اخرى بديله؟ واعتقد الاساليب الاخرى البديله موجوده، معلومه عامه بجوز الاخوان بيعرفوها انه في عندنا قضايا في المحاكم الضريبيه حوالي حسب قراءات السابق وأنا أعلم الآن الرقم مش متأكد حوالي 600 مليون. عندنا متأخرات ضريبية الأريرز اللي هي مبالغ مطلوبة من المكلفين وغير المسددة حوالي 2 مليار. فكان من مشروع القانون المطروح إنه عمل تسوية مع المكلفين في القضايا المنظورة أمام المحاكم بما لا يقل عن 25 مليون. خلينا نحكي 600 مليون بالحد الأدنى 25%، أي نحكي 150 مليون. كان واجب على الدائرة تحاول والحكومة تحصل متأخراتها قبل فرض ضرائب جديدة حتى نلاقي والله في مبرر للحكومة لزيادة الإيرادة. ثلاثة، إعفاء الصادرات سينتهي عام 2018 للسلع، هل قامت الحكومة بدراسة أثر الضرائب أو الضريبة الغاء نتيجة الغاء إعفاء الصادرات؟ وإعفاء الصادرات هو ضريبة، تمام؟ وبالتالي إحنا نقول حجم الصادرات إذا تراجعوا يعني قراءات الصادرة عن غرفة التجارة، نحكي بصادرات عام 2015 آخر قراءة شفتها حوالي 5 مليار تقريبا، 5 مليار بنسب أرباح بمعدلات ضريبة، أعتقد هذا لو درس كان يعني بيكون الخطوة السابقة لموضوع تدرس قبل موضوع انه نحكي موضوع الضريبه. ايضا انا بدي احكي عن هذا ملاحظات عامه قبل ما ادخل على موضوع الضريبه، ولن ادخل بالامور الفنيه. للاسف هناك امور فنيه موجوده داخل القانون اذا كتبت بدرايه فهي كارثه، واذا كتبت بعدم درايه فالكارثه اعظم. يعني في اشياء راح تضر بالسوق المالي لما تخضع أرباح توزيعات الأرباح المتاجرة بالأسهم وليس بالحصص، تركت من الإعفاء، تركت من الإعفاء، هل تركت بقصد أم غير قصد؟ هل أثارها لاحقا شو راح تكون؟ النقطة بعدها أقول أنا كان الحكومة لما سحبت قانون بعدم رضا واتفاق الشارع عليه، الأصل تعمل له عملية تجميل وترجعه بصفة مقبولة. لما سحبته بترجع زيادة معدلات ضريبة على الأشخاص الاعتباريين، هيك ما عدلنا، ما سوقنا القانون نهائيا. إذا بتلاحظوا كل المعدلات على الأشخاص الاعتباريين رجعت بالزيادة، أعتقد هذا أسلوب غير موفق. الأشخاص الطبيعيين في نقطة فيها أعتقد والله إنها مشكلة كبيرة مش منتبهين لها، خلينا حافظنا على المعدلات التصاعدية وفقا للدستور 5% 10 15 22 25، مع انه ال 25 يعلم الاخوان انه ما بصير في كل الممارسات العالميه ان تزيد المعدل العام للضرائب على الشركات للافراد على المعدل العام للشركات. وصلت الافراد ل 25% مع ان المعدل العام 20%،
هذا راح يعمل خلل وتشوهات كبيرة في تحويل الأشكال القانونية، راح تخرج الشركات تتحلل أو تتجمع، يعني إحنا راح ندفع الناس بالتغييرات التفاف على القانون. معدلات الضريبة على الأشخاص الطبيعيين عملت ترك عليها إنه الذي يزيد دخله الصافي لا يقل عن 300,000 دينار تصبح فلات ريت 25%. لغيت التصاعدية، أنت طيرت الدستور في مادني 11 بتكلم على الدستور بإنه فرض ضرائب تصاعدية. كلمة أخيرة في غاية تفضل. في بس بحكي عن نقاط الهامة جدا، ويعني أقول كل أمور فنية أحكيها. روحوا على الكارثة بالأخير، أعتقد أنها كارثة اقتصادية، أن تخضع المناطق الحرة للضريبة. راح كل مفهوم المناطق الحرة، شوف شو تأثير على الاقتصاد. وإحنا لنا تجربة، بقول أنا بحكي دائما في مقدمة ابن خلدون، الضرائب تقتل الضرائب، الضريبة الجباية تقتل الجباية. جربنا المناطق الحرة لما ألغوا إعفاء الهايبر إيرادات الربع الأول 2017 400 مليون، الربع الأول 2018 صفر. إذا موضوع رفع الضرائب لا يعني بأي حال زيادة معادلات الضريبة. شكرا جزيلا. كمان رجاء إذا بتعطينا ورقة بنكون ممنونين. أنا اسمي نور الخفش يا سيدي. أنا بدي أحكي في موضوع من مفهوم الاقتصاد وعلاقة السياسات الضريبية بالاقتصاد، لأنه إحنا سمعنا بأنه هدف الضريبي الأخذ من الفقير لإعطائها من الغني لإعطائها للفقير، وهذا خطأ. الأهداف الأساسية للضرائب للسياسات الضريبية هو تمويل التنمية، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية. هذول الأهداف الأساسية للسياسات المالية والضريبية. هناك كذلك نصحح مفهوم خاطئ بأنه صندوق النقد الدولي بيفرض علينا رفع ضرائب أو خفض ضرائب. الاتفاقية الأخيرة اللي موجودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق النقد الدولي هي تقديم استشارات للتصنيف، كيف يكون تصنيف، مش هو كذلك الذي يصنف، يقدم لنا استشارة الآن، خدمات استشارية بأن يكون الإدارة العامة للمال العام والإدارة المالية سليمة والسياسات المالية والنقدية سليمة. إذن الصندوق هو لن يقدم قروض الآن للأردن، هذا الاتفاق الموجود بيننا وبين الصندوق، فلا يوجد إلحاح لفرض الضرائب. بالمعنى الأكثر أنا بعت لدولة الرئيس الرزاز لأنه طلب مني، طيب قلت أنا طلبت طلب محدد أساس نبدي رأيي في كمفاضلة اقتصادية أو في صناعة القرار فيما يخص أنه نمشي بالضرائب أو لا نمشي. ما هو حجم الزيادة الناتجة من التعديل الضريبي الحالي؟ كم؟ أنا حسبتها 265 مليون 265 مليون. طيب صندوق النقد الدولي شو بطلب منا؟ نخفض نسبة الموازنة بال 265 أو 300 مليون. في عندي أنا في الميزانية 487 مليون هي عبارة عن مخصصات طارئة لمصاريف في الموازنة، يعني مش مصاريف متحققة أو منظورة أو فيها التزام ناشئ الآن على الحكومة. إذن أنا بلغي 487 مليون وأكتفي وأنسى قانون الضرائب، لأنه القانون الضرائب الحالي يكفينا اللي حصل في معان والطفيلة، الخسارة اللي حصلت هاي أكثر من 1 مليار و10 مليار هيبة الدنيا. المواطن الآن مش بتقبل، إذا قلت له بدنا نعطيك 1 مليون دينار ضريبة نعطيك، ومش قادر يتقبلها، مش قادر يتقبلها. وأنا اقتراحي اللي بقترحه إنه إحنا نعمل إنشاء ائتلاف معلمين
استاذ طلال، انشاء ائتلاف وطني حول معايير العدالة الضريبية. الائتلاف الوطني هذا بده يكون في احزاب، في مؤسسات مجتمع مدني، في المفكرين وعلى راسهم ملتقى طلال ابو غزالي، ويكون متفاعلين لعمل دائم انه الحمايه الاجتماعيه هي الاساس وراء السياسات الماليه والضريبيه. وشكرا. شكرا جزيلا. بدايه اتقدم بالشكر الى معالي طلال الاسم غزالي. الاسم مشان التسجيل بدنا نتقدم بالشكر. معروف انت بس اسمك مشان التسجيل. طلال الاحياء للمواطن الاردني. بدايه اتقدم بالشكر الى معالي طلال ابو غزالي على هذا اللقاء وعلى هذا الجمع الطيب من ابناء هذا الوطن. بدي اتحدث شوي عن موضوع هذا القانون او مشروع قانون الضريبه. مشروع قانون الضريبة أنا بعتبره هذا القانون سياسي بالامتياز. لماذا جاءت الحكومة بهذا القانون في هذا العصر وفي هذه الظروف الاقتصادية اللي بمر فيها الوطن ويئن كل بيت من رفع الأسعار؟ أستذكر نجاحات الحكومات وماذا تقدم للمواطن الأردني سوى الجباين، سوى رفع الأسعار. كل الحكومات المتعاقبة هدفها رفع الأسعار وليس تحقيق النجاحات من مقدرات لهذا الوطن. يوجد عندنا ملفات كثيرة مثل ملف السياحة والزراعة والصناعة، هذه الملفات لا تعمل عليها الحكومة. الكيان الصهيوني المغتصب بينه وبينه النهر، يصدر من 5-8 مليار فلاورز ورد، وحكومتنا تبحث في مدخلات ضريبة إضافية عن مدخلات الزراعية. كيف ننهض في هذا الوطن؟ لا ننهض في هذا الوطن. لذلك هذا القانون أنا أعتقد أنه قانون جائر، لا يوجد دراسة حقيقية في مواد القانون. وأنا قرأت القانون بأكمله ولا رايح أبند بعض المواد بالقانون بالنسبة للشرائح والطبقة الوسطى والفقيرة أبدا، لكن أنا برجع وبأكد بقول لازم هذا القانون يؤجل ويكون له دراسة حقيقية زي ما تفضل زميلنا أبو محمد يوسف القرنة، لأنه هذا رح يثير الشارع وغضب الشارع. ولغاية الآن حتى لن يتقبل المواطن الأردني أن يسمع عن مجرد حوار. وأنتم تعلمون الحكومة زارت بعض المحافظات وتلقوا من الاحترام والواجب بما في كفاية. لذلك أرجو معاليك أن توصي بعدم بعث هذا إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب للبحث فيه، لأنه مرفوض جملة وتفصيلا. لا أطيل عليكم وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لك لالتزامك بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إبراهيم حرب من جمعية خبراء الضرائب. طبعا احنا في جمعية خبراء الضرائب سيتم اصدار بيان باسم الجمعية، لكن انا ساتحدث باسمي الشخصي زي ما فضل وفتك اساس. انا زي اي مواطن بقرأ هذا القانون، لكن بقرأه كمهني. قد اتغير. والجميل في هذا الجميع انه كل شخص عم بتحدث من بابه الاقتصادي، بحكي من باب اقتصادي، السياسي بحكي من باب سياسي. وجزبط احنا الان يعني باختصار شديد يعني من خلال دراسة القانون. طبعا زميل الدكتور وائل ما شاء الله عليه أبرز في حديث كثير، لكن اختصارا للوقت وحتى نعطي الجميع فرصة التحدث سأقول ما عندي على عجل إن شاء الله. ما سيدي احنا إذا كنا أخذنا أنه من المسلمات تعديل هذا القانون فجيد، لكن الأجمل أن نقوم بتصحيحه. وهذه الندوة طبعا أكيد هذا المنطقة ستكون إن شاء الله بداية زي ما تفضل الحديث الحضاري عن هذا الموضوع. خلاص بسيطة ما وجدته بهذا القانون مجموعة من النقاط اللي على عجل يعني غير اللي ذكروها سمولها، وسأحاول أن أتحدث منهم. الإعفاءات جيدة إذا تم ربطها بحجم مصروف العائلة. الإعفاءات يجب ربطها بحجم العائلة ومصروفها. مش معقول اثنين أشخاص، واحد هو وزوجته لحالهم وغير مستأجرين، يكون إعفاءهم مثل واحد عنده 4 بيع في وعنده 2 بالجامعات واثنين مستأجرين وإلى آخره. هذا بالنسبة للإعفاءات على عجل، ربطها بحجم العائلة ولا هذا واحد. اثنين موضوع المثقفات واعتبارها كرفقة، هذا شوي مجحف لأنه مش معقول
انه المؤجر ان يدفع ضريبتين، ضريبه مثقفات ابنيه وثم ضريبه الدخل 20%، هذا طبعا مش معقول بتصير 35%، وهذا شيء طويل. اخر الفتره جيده، لكن يجب ان يتم النظام اللي راح يطلع لازم يكون في شويه، يعني هذه النقطه وفي كمان نقطتين، هذه جيده بالقانون لكن الاصل انها ما تكون مقيده على اطلاقها وتعطي الحق بعمل نظام زي ما بدك اللي هي هذه. وفي ملاحظات عامه حتى في اكثر من ماده وردت للمدير العام. حلو الضريبه مقطوعه جيده انا معها، لكن مش معقول واحد عنده محل مواد ثمانيه 150,000 الضريبه بتحاسبه 10%، 15,000 بدون مصاريف وبدون شيء، ما بطلع عليه ضريبه اصلا وبدون اعفاءات، وما بالك لما بدك تاخذ منه 2%. فالاصل انه هذا النظام ان تكون اختياريه، موضوع الضريبه المقطوعه ما تكون على اطلاقه انه للمدير العام، وكلمه المدير العام لازم تكون مقيده بالنهايه، لا يجوز اطلاقها على انه على للمدير العام عمل او عمل. هذا الحكي شوي يعني قد نكون نتفاجئ فيه لاحقا عند وضع نظام ثاني، ممكن يكون في مشكله لانه لم ياخذ هذا يعني اي نظام من وضعنا لن يكون في اي سؤال اي تمام. موضوع قانون الاستثمار زي ما تحدث اخونا جيد، لكن يجب ربطه بقانون الاستثمار نفسه، لازم تعديل قانون الاستثمار بحيث انه يربط القيمه المضافه اللي ذكرها بالقانون، هذه جيده وانا معها طبعا، انه اي مشروع بالمنطقه المناطق المويه يجب تحقيق قيمه مضافه، ما يكون عبء واعطيه انا مزايا بدون شيء، هذه جيده لكن بحاجه الى تنظيم. اخر شغله كمان احنا شو بدنا نقول، انه القانون او حتى مش القانون، الحكومه ما اجت والله زي ما تحدث طبعا جلاله الملك في السابق انه يجب انه نبين للمواطن انه في تحسين للخدمات، خلينا من جانب الحكومه من جانب اخر موازي نبين انه مدى اهتمامنا، ايش في عندنا مشاكل بالمجتمع، نحاول كحكومه او كحكومه تحاول انها والله تقول مقابل اقرار هذا القانون انا بدي اعمل مزايا 1-2-3 وشكرا، انا احتراما لوقت الجميع. شكرا جزيلا. السلام عليكم، دكتور حسان الرباعي، عميد البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة جدارة. أولاً من هذا المكان الطيب وهذا الملتقى العامر أتقدم بالشكر للجميع، ثم أقول أنا لن أتكلم بلغة الاقتصاد بقدر ما هو بلغة العلم. أبدأ من حيث المتحدث الأول أخي، أتمنى باقتراحي أبدأ فيه فوراً أن يؤجل هذا القرار ليدرس كما يجري في الدول المتقدمة، وأنت معاليك تعلم كيف يتم صناعة القرار في أمريكا، لا يمر من خلال رئيس وزراء ولا من خلال مؤسسة، هناك مراكز بحثية أشبه بهذا الملتقى تعمل دراسة له من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، الفوائد والأضرار، السلبيات والإيجابيات، الرؤى النقدية، ومن ثم ينظم مؤتمر أو ملتقى تناقش به أوراق بحثية بعد أن يوزع هذا النظام على باحثين متخصصين، ثم يخرجون بتوصيات تليق يعني تهدم من الفجوات التي نراها في الشارع الآن الشارع العام، ونأسف أن تصل إلى هذا المستوى وأن نتحاور مع الناس بلغة العمومية بعيدا عن التخصصية. وشكرا. أنا كثير كثير سعيد لأن كل ما قيل فيه مادة وفيه إيجابية وفيه جدوى، فالحقيقة أن الأمور تسير بأحسن مما توقع. أنا أشكركم شكرا جزيلا على ملاحظاتكم جميعا، معلم أنا بتعلم منكم. أخوتي وسعادة طلال أبو غزالة، أنا حابب حقيقة أتكلم بجد بصدع جدوى، أنا دكتور اقتصاد معك، ونحن عملنا جدول صغير اللي هو يبين مدى اللي هو زيادة في اللي هو تحصيل الضريبة بين الضريبة الحالي والمستقبلي أو القانون الجديد، فوجدنا أنه لما يكون دخل واحد 40,000 دينار حاليا يدفع 900 دينار، هلأ على القانون الجديد رح يصير 3,350 بزيادة اللي هو 2,450 أو نسبة الفرق 270%، بتطلع لل 50%. طبعا هذا خلينا نعتبره اللي هو عنق الزجاجة، لكن للأسف أنه لما نطلع على الشرائح اللي أعلى رح نلاحظ أنه بتناقص، ولسبب لا نعلمه، يعني مش احنا بنطلع بعرق الزجاجة، عمالنا بنعمل شغلة أخرى. فال 50,000 2,500 دينار حاليا، الفرق القانون الحالي 5,850، الفرق 3,350 أو 134%. بديش أطول عليكم بعرق الزجاجة لأنه فعلا عرق الزجاجة هذا شيء مؤسف للقانون الجديد. لما الواحد يطلع لل 100,000 دينار اللي هو رقم تعبه، يعني 100,000 دينار ما شاء الله يعني راح يكون اللي هو
بجوز 1% من اصحاب الفلل والسيارات الفارهه. فسنجد انه بدفع حاليا 12500 دينار. يا حرام يعني انا فعلا حزين عليه. لكن حاليا مع القانون الجديد بنوجد انه راح يدفع بس 18000 دينار، يعني قد ايش بس 6000 دينار او الزياده عليه 47%. فتخيلوا انه الارقام حقيقه تحت، يعني هم مستهدفين الفئه اللي 40000 او اقل، يعني بين الفئه المعفاه اللي هي 24000 لل 40000 هي الفئه وهي اللي بصير بدور فيها عنق الزجاج. فانا عملت تجربه بسيطه، مسكتها ب 50 دينار، لانه معي 50 دينار بجوز انا من ال 40000. فهي ال 50000 دينار بدي اعمل فيها اللي هو بده يعمل فيها بالضريبه. الضريبه راح امزح نصها، مش راح امزح انا جريمه قانونيه. فهذا النص الاول اللي راح ادفعه ضريبه. اوكي؟ هنا بدي اصور، اي هذا الجزء اللي راح ادفعه ضريبه على ال 50 دينار. بعدين راح اروح احط بسيارتي 20 دينار، ما بقدرش احط اكثر. وراح يصير هيك. اوكي؟ راح اروح اشتري خبز لاولادي، راح يصير النص. اوكي؟ بعدين شو تتوقع انه راح اشتري؟ راح اشتري لاولادي حليب، حليب راح ينزل للنص. اولاد اولادي اللي بدهم يجوا ياخذوا مني عياد يعني عيديات راح ينزل كمان النص. حتى ما يصير هيك، شو اقتراحك اخي؟ حتى هذا ما بقي. ارجوك ارجوك هذا ما بقي ارجوك سيدي حتى ما يحصل هذا، شو اقتراحك؟ تاجيل قانون الضريبة الجديد. فإذن هذا هو التأجيل لمدة على الأقل 3 سنوات من الآن. دراسته حقيقية، دراسة حقيقية وبالاستعانة بالخبراء، خبراء اقتصاديين ومعرفيين. شكرا وشكرا لك. شكرا جزيلا. ريم بدران. رجاء الواقع احنا انا مش جاي بصفتي غرفة التجارة، ولكن رجاء صمت. رجاء رجاء صمت. أنا مش موجودة بصفتي غرفة التجارة، ولكن غرفة التجارة عندها دراستين، دراسة على القانون الأول وكان لها رأي قوي في موضوع المسودة المقترحة الأولى، وأيضا في لها مقترحات جديدة على المسودة الأخيرة اللي تم عرضها من قبل الحكومة الحالية. وأظن يمكن الملاحظات تم نشرها بالصحف، ولكن بحب أؤكد على بعض القضايا الهامة، وإحنا بالعكس يسعدنا جدا أيضا من الملتقى نقدمكم إياها حتى أيضا تكون الفائدة معظم الفائدة، يعني صوتين أحسن من صوت واحد في التوصيات. أنا أتفق مع ما جاء خاصة بالأخ يوسف القرن اللي تم ذكره، فما رح أعيد القضايا اللي هو ذكرها، ولكن بعض القضايا اللي مطروحة الآن رح أحكي بس إشارات سريعة على بعض القضايا اللي لم يتم ذكرها. العبء الضريبي حسب ما حكى معالي دكتور رجاء المعشر إنه حوالي 26%. المعيار الدولي بيحكي على حوالي 16%. بعد 16% معناته عندك جهد على المواطن. فإحنا حتى نكون واقعيين، إحنا بنحكي اللي عم بيشعر المواطن وبالفعل عبء على المواطن. بس للمستمعين تقصد 26% من الناتج القومي. بس لأن الرقم يمكن مقصود ما هو المعيار الدولي لنسبة مبلغ الضريبة السنوي إلى الناتج القومي السنوي. صحيح. فبالتالي في حيكون عبء اضافي على المواطن الاردني، وفي حديث على تعديل العبء من ما يكون من الضريبه لضريبه المبيعات، من ضريبه المبيعات يدخل في الضريبه، ولكن هذا يمكن مشروع في المستقبل. نبقى في القانون الحالي، تم ذكر عدد من الامور، بدي اركز على مثلا قانون بخصوص الشريحه التي لها علاقه بالقطاع الزراعي. اليوم بالقانون النافذ حاليا القطاع الزراعي ما بيدفع ضريبه، في القانون الحالي تم وضع سقوف للقطاع الزراعي 25000 دينار، بعد اقل من اكثر من هيك بده يصفي، فهي ضريبه اضافيه سيكون موجوده. شركات التضامن يعني اذا ما الشركات الصغيره والعائليه ومعظم القطاعات الاقتصاديه موجوده في قطاعات التضامن، شركات التضامن احنا اليوم في عليها عبء راح يكون في القانون الحالي، لانه اذا ما بتقدم يعني بياناتها سيفرض عليها 1000 دينار ضريبه دخل. على 1000 دينار احنا عادة نقول ضريبة الدخل يمكن يكون خسران عمليا، يعني ما في وضوح، ما في عدالة في موضوع فرض الضريبة على شركات الضمان والشركات الفردية. في القانون الحالي في عنا إعفاء 4000 على الأفراد، بدي أجي على الأفراد شوي. 4000 طبعا بالإضافة بصفي 28000 الإعفاء كامل إذا قدم ال 4000. احنا القانون الحالي يعني بيروج لتوفير فواتير للحكومة من الخدمات المقدمة للفئات المجتمع المختلفة، ولكن ما في أي حافز
يعني قبل في 4000، فبالتالي المواطن بيروح يجيب فاتورة حتى ياخذ التخفيض الضريبي من 4000 الفوترة. اليوم بهذا القانون ما في أي حافز للمواطن. احنا بنحكي الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تخفيف التهرب الضريبي. التهرب الضريبي بدك تجيب فاتورة، ما في حافز لأي مواطن يجيب الفاتورة اليوم حتى احنا نساعد في موضوع تخفيض الضريبة. سرية البيانات، يعني صار فيها خليط يعني حديث كثير مسبقا على موضوع سرية البيانات. في احد البنود البند الاول بيقول انه سرية البيانات موجوده ومحفوظه خاصه في موضوع البيانات المصرفيه، ولكن البند التي تلحقها مباشره تعطي حق للمدير او المدير الضريبه بانه يقدر ياخذ المعلومه من اي مكان، فبالتالي هي وإنها جاءت بعدها فهي تمسح المادة الأولى، فبالتالي بيقدر حسب القانون إذا مر بهاي الطريقة بيقدر يدخل على بنحكي مش أرض المحكمة، بنحكي من الضريبة مباشرة. أيضا موضوع الصناعة، إحنا اليوم بنحكي الصناعة بتدفع 14%، قريبا رح تصير تدفع أيضا لأنه رح تكون بطل معفية من الصادرات غير معفية من ضريبة الدخل، فرح تزيد أعباءها على القطاع الصناعي. تم وضع استثناءات لقطاع الأدوية وقطاع الملبوسات بطريقة معينة، وهذا يمكن فيها وجهة نظر إلى حد ما، ولكن باقي الصناعات أنت بدل ما تشجعها عم بتحط عليها أعباء أكثر فأكثر. فإحنا حطينا التوصيات، يعني أنا عم بحكي إلى عد هاي، ولكن في المشكلة وإحنا وضعنا التوصيات في هذا الموضوع بشكل مباشر. النقطة الأخيرة عم نحكي على موضوع 1% اللي هي موضوع ضريبة التكافل الاجتماعي. يعني قد نناقش بدنا أو ما بدنا، ولكن الأهم لو حطينا 1% ما هي أوجه الصرف؟ ما في أي شرح ولا كيف نصرفها. يعني كان في سابقا كان في قانون محدد يبين أوجه الصرف إذا لأي صندوق. إحنا ما في عنا لا طريقة ولا آلية، هل بندفعها للفقراء، هل تخفف الاستهلاك في نواحي معينة، تدعم صادرات، ما في أي شرح ولا أسباب. يعني أنا متوقع يجب أن يكون في قانون موازي لهذا القانون في الأمور. في نقطة أخيرة قبل ما أنهي إذا بتسمح لي، هي موضوع إحنا عم نحكي دائما استقرار التشريعات. إحنا أي مستثمر اليوم بيجي بقرأ قانون تشجيع الاستثمار، قانون الاستثمار، اليوم إحنا في هذا القانون قانون الضريبة وضعنا في مواد عديدة بالرغم من أي تشريع آخر، فبالتالي إحنا خزقنا قانون الاستثمار عمليا. لما نحكي على المناطق التنموية، لما نحكي على المناطق الحرة 6% لما بدك تصدر المنطقة الحرة لخارج المنطقة، فبالقانون الاستثمار موجودة بوضوح، إحنا هون خربناها. فإذا بده يكون في تعديل يجب أن يكون في قانون الاستثمار وليس في قانون ضريبة الدخل. شكرا جزيلا. وعلى موضوع فقط بس بدي أذكر بشيء، فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي السابق له قول يجب أن نتذكره، قول مهم، يقول أن في الحياة حقيقتين فقط لابد منهما، حقيقتين، الباقي كلهم متغيرات. الموت حق هو الحقيقة الثابتة، والثاني الحقيقة الثانية هي الضرائب. بقول there are two facts in life, death and taxation. هذا فرانكلين روزفلت. فيعني نحن نتكلم عن موضوع ليس منهما فرق، نجد أن نجد له الحلول، وهذا هو هدف هذا اللقاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء المشاركون في هذا الملتقى، عملت في عام 1985 مديرا لضريبة الدخل، والتقيت في أحد الأيام بالنائب الأسبق الأستاذ ليث شبيلات، فقال لي يا أخ سلمان جاءني وفد من المخيم يطلبون مني أن أتقدم بطلب نيابة عنهم لإعفائهم من ضريبة الدخل. قلت وماذا كان جوابه؟ قال قلت لهم ارجعوا للشخص الغني الذي أرسلكم إليه، أنتم لا يوجد عندكم دخل يخضع للضريبة أصلا.
أحببت أن أقول أن ضريبة الدخل لا تعني كثيرا الفقراء ومتوسطي الدخل، حيث أنهم معفون بنسبة عالية جدا أو يكادوا يكونوا معفيين كليا. هذا القانون يتميز بصفة أساسية. أنا عند إصدار القانون السابق كتبت مقال نشر في الصحف تحليلا له، وكان شبابنا يقفون ويعتصمون على الدوار الرابع ولا يعرفون لماذا يعتصمون، فشرحت لهم، شرحت للمجتمع ما هو هذا القانون، وكان لي رأي واضح أن هذا القانون هو قانون جائر ويعتمد على العقوبة، ولحسن الحظ أن هذا القانون قد رحل وسامح الله واضعين. القانون الجديد لاحظت ملاحظة كلكم لاحظتوها، أنه لا يحظى بترحيب أي شخص، كل شخص ينتقد هذا القانون. ما في واحد، أنا خلال قراءاتي واجتماعاتي مع جميع المؤسسات واللقاءات وحرصي على حضور كل لقاء، لم أرى أحدا يثني على شيء في هذا القانون، لا أعرف لماذا. عادة الناس يقول والله المادة الفلانية صح، المادة الفلانية لمصلحة المواطن، المادة الفلانية لمصلحة الصانع، الكل يعتقد أن هذا المشروع قانون، أن مشروع القانون هذا ليس عادلا. ولا أعلم لماذا لا نستنتج النتيجة الصحيحة. لاحظت في هذا القانون أبرز شيء فيه، وصحيح يعني لا يستطيع أي شخص أن يقبل، هو العنصر العقابي. يشتمل هذا القانون على عقوبات لا حدود لها، عقوبة على التأخر في تقديم الكشف تصل إلى 25% من الضريبة، عقوبة إذا طلع كشفك في نقص كمان دينار ضريبة تعاقب بنسبة تصل إلى 75%، عقوبة على التهرب وهي مثلي الفرق في الضريبة، كان أول مثل قانون حالي، عقوبة الحبس بين 4 شهور ل10 سنوات. المقصود العقوبات. أي نعم، أن هذا قانون أيضا لم يخرج عن سلفه من حيث أنه قانون عقابي. شكرا جزيلا. لفت انتباهي في آخر مادة في القانون بقول أن الحكومة بحق لها تحفز بعض الفعاليات الاقتصادية بموجب نظام وتعطيها بعض المزايا في آخر القانون. طيب ما أنت بتقولوا أن الأسباب الموجبة لهذا القانون هو تحفيز الاقتصاد، وبدك تحفزه بموجب نظام، والنظام يضعه مجلس الوزراء ولا يعرض على السلطة التشريعية، فكيف كان ذلك؟ شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك. ممكن معاليك استاذ طلال بس اجاوب انه ليش ما حدا ولا مواطن اردني؟ لا 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 معلش تحملوني يا شيخ، اخذت الاسماء كلها والكل حيحكي صدقا. لا رفع ايده اختصر. شكرا لراعي الملتقى والفرصه اللي اتيحت للناس للتعبير عن ارائهم. بالواقع ملاحظاتي حتكون شوي صغيرة. أنا اسمي حسامة خزعية، متخصص في مجال الصناعة الدوائية والتسويق الدوائي. القانون أتى وذكرت الأخت ريم بدران بعض الجوانب المهمة فيه. أول شيء من محفزات قانون الضريبة أو مشروع قانون الضريبة هو تصحيح التشوهات الاقتصادية اللي موجودة، طبعاً بعيداً عن إملاءات البنك الدولي والقضايا السياسية. إذا أخذنا الشخص الاعتباري، فعملية الزيادة في ضريبة الدخل من خلال تخفيض الإعفاءات الممنوحة له لا تتناسب ولا بأي شكل من أشكال مع الارتفاع المضطرد اللي بصير على كلفة الحياة. يعني إحنا عندنا إنفليشن، إذا بدنا نطلع على الإنفليشن ريت
not official inflation rate اللي هي مش الرسمية قد تصل إلى 17-18% وأكثر. وبالتالي خفضوا نسبة الإعفاءات، زادت نسبة الضريبة والعبء الضريبي على الفرد. الموضوع الثاني القطاع الزراعي. القطاع الزراعي يعاني من خسائر متراكمة، عمري ما شفت مزارع عم بربح، والكل يعني دائما الدولة بآخر أي موسم زراعي تيجي بتقول بدنا نعوض المزارعين عن الصقيع، بدنا نعوض المزارعين، بدنا نعوض المزارعين. مشان هيك احنا عندنا منتج زراعي الواقع مش عم بتصدر لأنه كلفته عم بتأثر على جودته، بالتالي في خسائر متراكمة. كان القطاع الزراعي معفي من ضريبة الدخل، الآن أعفوا أول 25,000. ال 25,000 ما بتعملش إشي للمزارع، يا دوب تصرف على عائلته. الجانب المهم الثاني اللي هو الصناعي والتصدير. بدي أخذ مثال بسيط اللي هو الصناعة الدوائية. الصناعة الدوائية كانت رائدة بالدول العربية وبالشرق الأوسط وكانت تنافس. الآن ارتفاع الكلف الصناعية بالأردن حرمنا من المنافسة في أسواق رئيسية زي أسواق الخليج، زي الجزائر، زي زي زي. وبالتالي كنا مركنين أنه بنصدر أدوية وما بندفعش عليها ضريبة، الآن بدنا ندفع على التصدير. هذا سيحد أيضا من القدرة التنافسية بالمنتجات الصناعية اللي موجودة بالخارج. في عنا الكلف الإنتاجية عم بتزيد، وبالتالي أيضا في هناك خصصوا بالقانون الجديد نوع من الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. وين بدنا نوصل؟ يعني اليوم إحنا عنا المصنع عم بيعاني من فاتورة الكهرباء، عم بيعاني من فاتورة المحروقات، عم بيعاني. بكرة بتصير سلعتنا المواطن بالأردن مش قادر يشتريها، فما بالك كيف بدي أصدرها وأنافس فيها من برا. آخر نقطة بدي أحكي فيها وذكرتها الأخت ريم بدران وهي مهمة جدا. من سيحفز المستثمر على أنه يجي على الأردن إذا إحنا كنا نعطي ونعالج بإعفاءات معينة، والآن بدنا نقول أنه المناطق التنموية الخاصة بدها تخضع لضريبة الدخل؟ طب ليش يجي على الأردن؟ ليش ما يروح على جبل علي؟ ليش ما يروح على أي منطقة أخرى من المناطق اللي موجودة خارج الأردن ومعفي من الضرائب؟ مثال بسيط وبدي أختم من شان الوقت. الآن بالهند لما بتروح بتصدر أنت من الهند عم بعطوك دعم، الحكومة الهندية في بعض القطاعات التصنيعية بتعطي دعم للمصدرين ما بتاخذش منهم ضرائب. وهذا الواقع. القانون هذا إذا كان بده يعالج مشاكل اقتصادية والهدف منه أنه يعالج الاقتصاد ومؤثرات الاقتصاد في الأردن، يجب أن يؤجل ويناقش بشكل واسع جدا من متخصصين في الموضوع هذا، ولا يترك لمهب الريح. أنا مع أنا ضد بشكل عفوي. وشكرا جزيلا. شكرا. مساء الخير، أنا عاطف كعوار. شكرا للأستاذ طلال أبو غزالي ولهذا الجمع الطيب الذي يعني خصص لمناقشة قانون الضريبة. حقيقة واضح أن الحكومة في عجلة من أمرها وأنها موضوعة في الزاوية ولا تستطيع أن لا تبت في هذا القانون، يعني يجب أن تبت في هذا القانون قبل نوفمبر أو قبل نهاية نوفمبر كما وعد صندوق النقد. ولكن هذا الوعد قد نستطيع إرجاؤه إلى فترة قريبة أو إلى ما بعد عام مثل ما اقترح الأستاذ يوسف القري. فهذا مقترح جدير بالاهتمام أن يكون بين يدي الحكومة. أنا حقيقة عندما كلف الأستاذ عمر الرزاز بتشكيل الحكومة تفائلت جدا، ودخلت على موقع دكتور عمر الرزاز ووجدته مقابلة مع يوسف منصور هو ودكتور مروان المعشر، فيعني يتحدث عن الاقتصاد الريعي والاقتصاد الانتاجي وكيف يجب أن نكف عن هذا الاقتصاد الريعي وأن نتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي. في ممارسة الدكتور عمر الرزاز لا يعني لا يميل أبدا إلى الاقتصاد الإنتاجي، وإنما بقيت السياسة الاقتصادية رهينة للاقتصاد الريعي. في مسألة الاقتصاد الإنتاجي إحنا وهو أيضا ما الرجل الذي كلف بملف الخصخصة وقال بالحرف الواحد، يعني أقصد من كلماته أنها لم تتم بالمعايير الدولية الفضلة، أي أن الخصخصة تمت بطرق ملتوية نسبيا.
ولم يقلها صراحة لكن عبر عنها أنها لم تتم بالطرق أو بالمعايير الدولية الفضلة. ما يعني يجعلنا أن ننتبه إلى هذه المسائل هو الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي، أي أن نعود عن الخصخصة في وأن نعود عن الجباية. يعني إذا عدنا عن الخصخصة واستردت الدولة بعض من مقدراتها التي بيعت فسنعود إلى الاقتصاد الإنتاجي إن كان في قطاع التعديل أو في قطاع الكهرباء أو في أي قطاعات من قطاعات الدولة التي تم بيعها. واضح هنا أننا نخلط بين قانون الضريبة هل هو غاية أم وسيلة؟ هل قانون الضريبة هو هدف إلنا بأن نشرع قانون؟ أم أن هذا القانون يأتي نتاجاً للسياسات الاقتصادية التي يجب أن تتبناها الدولة الأردنية خلافاً للسياسات للحكومات المتعاقبة؟ باعتقادي أن زيادة قيمة الإنتاج السلعي والخدمي وهو ما أثبت عالمياً 2% سيزداد تحصيل الضريبة 6%. كلما زدت الضريبة كلما قلت الريع والعائد، وهذا مثبت أيضاً إلا في قانون الجمارك عندما يرفع الضرائب على الدخان يزدهر التهريب ويقل عائد الدخان إلى الخزينة. بدي أقول أيضاً فيما يتعلق بأرباح الأسهم، هنا يتم الازدواج الضريبي بعينه. أرباح الأسهم تدفع ضريبة مقطوعة من عائدات الشركة، فهي دفع الضريبة أوريدي قبل ما أنها تتوزع على المساهمين، فكيف يعني يتم دفع أرباح يعني ضريبة مرة أخرى على نفس الأرباح التي تحققت؟ هذا الازدواج الضريبي موجود عندنا في فاتورة الطاقة. المحروقات تدفع ضريبتين، البنزين يدفع 24% ضريبة خاصة على البنزين ويدفع 16% ضريبة مبيعات، و 16% تفرض على ال 24%، فلا يجوز فرض ضريبة والازدواج الضريبة. في عنا شكرا هذا الموضوع يعني يأخذ منا الكثير من الحديث لكن نلتزم ونحترم الوقت. شكرا. الله يبارك فيك. وبس بدي أترجم جزء من مداخلتك عندما تكلمت عن الأثر الضريبي اللي نحن بنسميه sensitivity analysis، أي أن ندرس لأنه في علاقة بين الضريبة والدخل مش متوازية، مش اثنين بيمشوا، مش إذا زدنا الضريبة حتما سيزيد دخل الدولة، في مرحلة الزيادة تؤدي إلى العكس. فيجب أن يجري، إذا ترجمت كلامك أنه يجري دراسة حساسية بنسميه حساسية اقتصادية للقرارات الضريبية. الدكتور مهدي العالمي باحث في شؤون النهضة الاقتصادية. في الواقع بأنه لم يشعر المواطن بأن هناك فرق بين قانون ضريبة الدخل المعترض عليه والقانون الحالي الذي سيقدم. وبالتالي بداية أنا أضم صوتي إلى أصوات الإخوان الذين طالبوا بتأجيل النظر في هذا القانون بقصد الدراسة والتبحر والاستيعاب من قبل المواطنين. وعندي 9 اقتراحات مختصرة مفيدة. الاقتراح الأول الرواتب التقاعدية. فقه القانون التشريعي المالي يقول بأن الرواتب التقاعدية مهما بلغت لا تخضع لضريبة الدخل، لأنه سبق لها وأن أخضعت لضريبة الدخل أثناء عمل الموظف. لكن إذا افترضوا سقف 3500 دينار، نرجو التوضيح. اليوم مكتوب في جريدة الرأي ضمن سلايدات ملونة إنه الرواتب التقاعدية المعفاة لغير 3500 دينار هي الحكومية والقطاع العسكري. ماذا بالنسبة للضمان الاجتماعي غير مفهوم؟ هي واحد. رقم 2 فلسفة الدخل الفردي.
ينص القانون صافي الدخل الفرد الخاضع للضريبة. إذن إيرادات الفرد وهي الرواتب ناقص النفقات، الوتر هو الذي يخضع للضريبة وليس كامل الراتب. هناك خطأ تطبيقي كبير استمر لسنوات عديدة بأنه نخضع كامل الرواتب والمكافآت. الواقع أنه الدخل الصافي هو ما يقبضه الموظف ناقص النفقات، وبالتالي حتى نحل الموضوع لازم ينص بالقانون على عدد كبير من الإعفاءات. ثالثا، إلغاء عقوبة السجن. يا إخواني وأخواتي، إذا سمحتوا، أي مستثمر يرى أن هناك عقوبة سجن لا يمكن أن يأتي إلى الأردن ويستثمر، وبالتالي ضع عقوبات ما تشاء. أما عقوبة السجن فهي عقوبة مرعبة مخيفة حتى للمواطنين. رابعا، إلغاء ضريبة التكافل البالغة 1%، لأنه لا مكان لها في هذا القانون. خامسا، خلو القانون من الحوافز والمكافآت، وكما تفضل سليمان بيك قبل قليل بأنه فقط مادة في الآخر منصوص عليها. طب أنت تنص بالعقوبات وتتبحر بالعقوبات، أين هي المكافآت والحوافز لمن يسدد الضريبة في مواعيدها؟ سادسا، ضرورة النص على الإعفاءات الصحية والتعليمية وغيرها من الإعفاءات. سابعا، عرض القانون على الجمهور مش بشكل مجتزأ، بشكل كامل كما سيقدم إلى مجلس النواب. وأنصحكم يا إخواني قراءة القانون حرفا حرفا وكلمة كلمة. هذا القانون يهمنا جميعا. ثامنا قبل الأخير، هل هذا القانون يؤدي إلى النهضة الاقتصادية؟ الجواب عندكم. تاسعا وأخيرا، هل هذا القانون قانون جباية أم قانون يحاكي فلسفة ضريبة الدخل والوعي الضريبي؟ والسلام عليكم وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هاشم البجالي. أول شيء بشكر محل الدكتور طلال أبو غزاله، والظاهر إنه هذا يمكن اللقاء الوحيد اللي يعني راح يكون فيه فعلاً يعني منبر ثقافي لمناقشة قانون الضريبة. باقي المنابر الثقافية صفت منابر كلها عبارة عن يعني مشاجرات وليست منابر. السؤال الذي أريد أن أسأله، من الذي يعد القانون؟ من الذي يعد القانون؟ هل هو ضريبة الدخل اللي هم دكاترة بالجامعات؟ الأولى بمن يشرح القانون هو الذي أعد القانون. إذا كانوا من هذه البلد فليظهروا على الإعلام ويشرحوا القانون وموجبات القانون، هذا أول شيء. ثانيا، دائما القانون يعني بكون له زمان وله وقت، هل هذا هو وقت وزمان هذا القانون؟ الدولة بين سدانين، ما في نفقات بتدخل على الدولة، وفي مطلوب من الدولة خدمات، مطلوب رواتب ومطلوب موظفين. هذا القانون جاء ليعالج فقط قضية رواتب موظفين الدولة. نحن مع الدولة، مع استمرارية الدولة، لكن ليس فقط لفترة محددة، إنما نريد الاستمرارية في معالجة خلينا نقول استمرارية الدولة واستدامتها. ما هي الاستدامة؟ اللي لاحظته الآن، في حكى ناس من القطاع الزراعي، في ناس من القطاع الصناعي، والدولة عندما جلست مع هؤلاء الأشخاص ماذا سجلت؟ ماذا أخذت منهم؟ والأولى بالدولة قبل أن ما تفتح بالمحافظات نقاشات شعبية من ناس قد يتوجهوا وقد يكون هناك إثارات للفتن، الأولى بالدولة أن تتوجه إلى القطاعات التي جلست معها وأن تناقشها بالقوانين. القطاع الصناعي ماذا يحقق من هذا القانون؟ القطاع الزراعي ماذا يحقق من هذا القانون؟ القطاع المالي ماذا يحقق من هذا القانون؟ لم تقم هذه الحكومة ولا هذه الدولة بهذا القانون. السلسلة الغذائية عندنا مبتورة في البلد يا أخوان. السلسلة الغذائية جاءت فقط لتلبي رواتب موظفين الدولة بهذا القانون فقط، لم تأتي لتحفز الاستثمار ولا التشجيع، ولا تشجيع الاستثمار ولا الصناعة ولا الزراعة. أيضا
غولت المواطن البسيط والفقير على الشخص الذي أنتج والذي عمل مصانع وصار منبوذا مكروها من قبل المواطن العادي، وهذا شيء غير محفز للاستثمار أيضا. أن يشعر المواطن الذي يملك المال ويريد أن يستثمر في البلد بأنه من المغضوب عليه من الشعب لأنه معه فلوس، هذه قاعدة يجب الدولة أن يعني تخلص منها. على كل آخر شيء، أنا أتمنى أن يكون هناك زي ما حكوا كثير من الإخوان أن يكون هناك دراسات ومصداقية في الأرقام. والله زي ما حكى الأخ قبل شوي، لو أتى بقانون وقالوا هذا قانون ضريبة الدخل سوف نعطي المواطن منه فلوس زيادة على راتبه، راح تشوفوا نفس اللي شفتوه ليش؟ لأنه ما في مصداقية مع الحكومة، ما في مصداقية من الشعب مع الدولة. إذا يجب أن يكون هناك مصداقية، والأولى أن نبحث عن المصداقية قبل أن نبحث عن عرض القانون. شكرا، السلام عليكم. مساء الخير، أنا محامية إسراء محادين. بدي بس أبلش بنقطة تتعلق بضرورة توحيد النهج الضريبي. إحنا إذا بدنا نحكي عن قانون الضريبة لحاله فبيكون في عنا مشكلة، لأنه إحنا في عنا نهج ضريبي كله في مشكلة. وبدي أرجع للي حكته ستريم بدران، إنه مشكلة عنا مش بس بقانون الاستثمار إنه عم بيخربوه كل يوم، إحنا حتى قانون الضريبة كل سنتين ثلاثة عم بيكون في عنا قانون ضريبة، الأمر اللي ما بيخلي فيه استقرار تشريعي، بخوف حتى المستثمرين المحليين مش بس الناس اللي برا. بدي أرجع على النقاط بالنسبة للقانون. في نقطة إيجابية يمكن بحب أحكيها قبل ما أبلش أحكي بالنقاط السلبية، إنه عرف التهرب الضريبي، وهذا الإشي ما طلبنا فيه لأنه ما كان في تعريف لفكرة التهرب الضريبي مسبقا. بس برضو بالمادة 35 بالفقرة ألف، فكرة إعطاء صلاحية التسوية للمدير على الرغم مما جاء في هذا القانون بما يقارب 75% من المبلغ المتنازع عليه حتى إذا كانت القضية منظورة بالمحكمة، وفي ظل عدم الثقة اللي تفضل فيها الأستاذ قبل شوي، هاي بتوقع إنه بتفتح باب يعني واسع جدا من أبواب الفساد اللي إحنا عم بنعاني منه. وأنا كشخص بحس إنه في مشكلة إنه أعطي صلاحيات بهذا الحجم لقضايا ضريبة الدخل لمدير إنه هو يحل، وتعتبر التسوية نهائية. يعني هذا النص إنه أنا أعطيه تسويته نهائية، يعني فيه بعطي صلاحيات لشخص ما بعرف، ما بذمه ولكن لا أدري مدى كفاءته إنه هو يسوي تسوية ويخفض من الدخل اللي المفروض يدخل لخزينة الدولة 75%. النقطة الثانية، المادة 71 اللي فيها إعفاء من يعني لم يقدم إقرار مسبقا. بهيك حالة أنا سويت الشخص اللي لم يقدم إقرار مسبقا بالشخص اللي كان يقدم إقرار مسبقا، بالتالي صفى الكل يعامل بنفس السوية، وهذا الكلام مش منطقي وفي إجحاف طبعا. نقطة أخرى، عدم منطقية إلغاء بند التعليم والصحة من الإعفاءات، هاي نقطة كتير مهمة لأنه أغلب الأسر حاليا عم تلجأ للتعليم الخاص وعم تلجأ للصحة بالقطاع الخاص، فبالتالي أنا إذا بلغي هاي الفواتير كلها من ضمن الإعفاءات فصفى في عبء كبير على الأسرة. كنت بتمنى يكون في بهذا القانون آليات للتسريع في البت في قضايا ضريبة الدخل. كلنا بنعرف وفي الأساتذة حضراتهم موجودين بيعرفوا إنه الكم الهائل من القضايا المنظورة أمام محكمة ضريبة الدخل لم تحصل، وهي مبالغ بملايين. فبالتالي لازم يكون في على الأقل إشارة أو إعاز أو مع وزارة العدل، ما بعرف إيش الآلية اللي هم بشوفوها مناسبة للتسريع بالإجراءات لتحصيل المبالغ المتراكمة في محكمة ضريبة الدخل. النقطة الأخرى، بإجابة للسيد مدير عام ضريبة الدخل امبارح، تم اعتبار السيدة المطلقة أو الأربلة المعينتان تعاملان معاملة الزوج بالإعفاء 18,000، ولكن هذا ما فيش عليه نص، هو شرح، ولكن إحنا نتمنى أن يكون في نص واضح، وبالأخص أن الحالة الواردة بالقانون تم فيها أنه إذا الزوج ما استفاد من الإعفاء تستفيد الزوجة، ولكن في بعض الحالات يكونوا منفصلين وبالتالي الزوجة تتحمل العبء بدون الالتفات للمرأة المطلقة أو المرأة المعيلة، وهي من النقاط المهمة. إحنا أنا في عندي ورقتي موقف رح نزودكم فيهم كل النقاط، ما حبيت أكرر الكثير من النقاط اللي تفضلوا فيها الزملاء، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مصطفى شومان من شباب الدوار الرابع اللي مش فاهمين.
بداية شباب الدوار الرابع اللي مش فاهمين. لا مش راد. أنا بحكي من عن باسم إخواني. أنا أصغر واحد فيهم. مش راد. أنا أفتخر فيك دكتور طلال أبو غزاله. شباب الدوار الرابع اللي مش فاهمين مش مسؤوليتهم يفهموا. مش مسؤول. أكمل عشان أدخل في موضوع قانون الضريبة. أشكر. فاهمين. هؤلاء الناس اللي نزلت على الشارع هي حست بتبعيات قرارات المسؤولين الفاشلين. المسؤولين اللي حملوا مديونية على مديونية ودمار على دمار وهروب مستثمرين على هروب مستثمرين. فأي مسؤول كان في حكومة سابقة أو في مركز صنع القرار هو شارك في هذا الدمار. بالنسبة لقانون الضريبة هو كانت نقطة الفصل ونقطة اشتعال الشارع، فعندما تعود في حكومة أخرى هي فقدت شرعيتها مجرد العودة إليه. أنا واحد من شباب الدوار الرابع عشان أحكي أنه عشان أكون فاهم بس. قانون الضريبة القديم والجديد هو بحلة جديدة، ما في فاين تيونينج بين جميع أطراف ومراكز السياسة في الدولة، كل يغني على ليلى. لا تخدم القانون الجديد البند رقم 3 الفقرة باء تقول أنه المدير العام والموظف المسؤول والموظف المفوض مسؤولين أمام القانون حتى بأموالهم الشخصية. الفقرة رقم 13 تقول التالي: إذا أنت كمعترف في الضريبة ومقر فيها إذا فوق 100,000 دينار لمليون، السنة اللي بعدها بتدفعها على 4 أو على دفعتين. فهو قانون جباية. وللعلم إحنا لا نطالب بإلغاء القانون، نطالب بالعدالة فيه. وأنت تعلم طلال أبو غزاله كما قال الدكتور، أعتذر عن اسم أو نسيت الاسم، يقول 6 مليار مستحقة تهرب ضريبي. لو قضية الدخل 2 مليار ايه بدنا اياها، 280 مليون عم نقلب الطاولة. لو زي قضية الدخان وغير قضية الدخان قدرتوا تسيطروا عليها ما وصلتوا للمواطن المسخم. انا شايف كثير بدل وكثير معالي وكثير بيك وكثير عطوفة. انتوا كنتوا جزء من الدمار اللي احنا فيه، وشكرا الله يعطيكم العافية. احنا شباب الدوار. نشكر حماسك ونؤكد انه تفهموا ما في حد يقول، انما الموضوع انه نركز ارجوكم على القانون وليس على الحكومه ولا الاشخاص. وصدقني كثير من اصحاب انا الكاتب رايي في القانون بس انا بدي اقول انه كثير من المعالي والسعاده هون مثلك وبحبوا رايك وبدعموك. انا افتخر فيك كشخص بدون معالي وبدون غيره لانك داعم للشباب، لكن اي واحد كان مسؤول شارك فهو له ينت في دمار هاي البلد. كلهم اشكر. اكد لك ان كل الموجودين مثلك وبنفس اخلاقك بنفس خلقك ونفس حرصك. اشكرك دكتور. السلام عليكم، مساء الخير. وائل وهبي، امين سر الجمعيه الاردنيه لحمايه المعلومات الالكترونيه. شكرا سعاده الدكتور طلال لهذا المنتقى الطيب. سؤال قبل ما ابدا انا بمقترحاتي الحقيقيه ان شاء الله تكون ايجابيه وبناءه. دافعي الضرائب في اوروبا وفي امريكا لو يتزاد عليهم الضريبه يكونوا سعداء، لانه مقابل ما يدفع كل بنس يلقى خدمه تؤمن له الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. هذا السؤال الذي يجب أن يكون محور تفكيرنا ونحن نناقش هذا القانون. لقد أشبعنا هذا القانون تشخيصاً وتمحيصاً، الآن آن الأوان أن نضع الحلول للمسؤول حتى نحاسبه. أنا بحكم عملي في موضوع السايبر سيكوريتي عملنا دراسة، وجدنا في الأردن وخارج الأردن هناك تهرب ضريبي إلكتروني بأرقام هائلة جداً، وقد يصل الأردن أكثر من 150 مليون دينار. أكثر. أنا معك 100%. ونحن تواصلنا كجمعية مع دائرة ضريبة الدخل وبصدد وضع آليات وتقنيات حتى نصل لهؤلاء الفاسدين المتهربين. ثانيا، مبرر تعديل أي قانون هو الوصول إلى العدالة إلى حد ما. ما في عدالة مطلقة، وهذا أن نركز عليه، أنه كيف نحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في إقرار مثل هذا القانون. الموضوع الثالث والأخير، التجارة الدولية العابرة للقارات الديجيتال تريدينج، هذه لها خدمات في كل العالم بما فيها الأردن. كبريات الشركات العالمية تستخدم الأردن وغير الأردن كمنصة لتداول خدمات، لن نحاسبها على هذه الضريبة.
وكان مقترح آخر أنه رفع كفاءة التحصيل الضريبي من هذه من خلال التجارة الإلكترونية الديجيتال تريدين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود الدويري، أستاذ جامعي وزراعي، وأنا يمكن لأنه سمعنا ملاحظات كثيرة عن الوضع الزراعي بشكركم جميعا، وبشكر الشعب الأردني وبشكر الحكومة أيضا لأنها استجابت للشعب والمطالب الشعبية. يعني لولا في مطالب شعبية يعني يمكن الإخوان في القطاع الزراعي هم مطالب أخرى أكثر هم بيتكلموا عنها، بس يعني في يعني استجابة. يعني بتشكر الشباب؟ يعني نعم نشكر النقطة الأخرى اللي أنا بدي أحكي فيها بس أعطيكم تاريخ. إحنا بنفتخر في الأردن بالتعليم بشكل عام، لولا فرضت ضريبة على التعليم يعني دفع ضريبة الجامعات ما فيش جامعات في الأردن. لو لم تفرض ضريبة على مدينة الحسين للشباب ما فيش مدينة الحسين للشباب. العام الماضي أنا تخصصي قمح وخبز والحمد لله الدعم، أنا بدي أقول يعني الحكومة عملت إصلاح ضريبي هون بس راحت وزعت الفلوس على الناس وما بعرفش، في ناس مستحقين أخذوا وفي ناس غير مستحقين أخذوا. القطاع الزراعي مدمر يا سيدي. نعم أنا بقول لك إحنا بدنا نصلح القطاع الزراعي، إحنا نريد إصلاح القطاع الزراعي. نعم هذا الكلام أنا اللي بقوله. في تحصيلات من هذه الضريبة يا إخوان، أنتوا بدنا إشي اسمه تنمية. إذا تمت هذه الإصلاحات هذا القانون الجديد وتوفر 260 مليون أو 400 مليون، إحنا ما بدنا نصرف دينار ودينار ودينار ودينار، خلينا نأخذ قطاع مهم. كلكوا إلكوا أبناء وإلكوا إخوان وإلكوا خوات في الجامعات، كلنا نصاب بأمراض السرطان، لماذا لا نضع بنقول للحكومة 250 مليون دينار؟ احنا موافقينكم حطوها للتعليم الجامعي بدل ما توزعوها هنا وتبعثوا مش عارفين وين هي. ضعوا هذا المبلغ لمركز الحسين للسرطان. يا اخوان احنا نفتخر بعملنا اللامركزية. شو عملت اللامركزية في الاردن؟ خصصوا هذه المبالغ للتنمية، يعني بدل ما توزعوها 5 ملايين هون ومليون هون وفلان اخذ مليون والى اخره. إذا نقول خصصوها لشيء فرع مهم في التنمية وليكن للتعليم. مديونية الجامعات أنا مش يعني بس بحكي لأني بعرف مديونية الجامعات مئات الملايين من الدنانير، أعطوهن هذولا فكوا المديونية تبرعوا لمركز الحسين. إذا مشان يشعر الأردن أنه نحن في نماء وفي رخاء في قطاعات مختلفة. شكرا. تعرفوا كل هذه القطاعات بتكفر على بعضها. أنا أشكر الملتقى على هذا يعني عقد وبشكر كل الحضور وهذه الروح يعني هي روح الشعب الأردني. وشكرا لكم. إحنا يعني لا أحد يملك الحقيقة، بدنا نقبل أن هنالك رأي آخر صح. ما حدا بملك الحقيقة في الدنيا وبالتاريخ وفي البشرية كلها، كل رأي هو محترم، فبدنا نتحمل بعض. أرجوكم حتى لو مش معجبنا الرأي يجب أن نقبل أن له حق، أن لكل إنسان الحق بأن يكون عنده رأي. نتحمل الدور في دور كبير، نتحمل أنه عندنا قائمة كبيرة، فأرجوكم تفضل. مهندس عبد الرحيم. شكرا دكتور طلال، شكرا للحضور وملاحظاتهم. أنا ما بدي أعمل تكرار بالملاحظات، لكن زي ما تفضل قبل قليل الأخوان من مدققين حسابات، مظبوط في أغلاط لغوية ممكن تعمل إرباك قانوني ودستوري حتى، يعني مثلا مثل الضريبة على الأسهم أو الضريبة على المثقفات أو بعض الضرائب الازدواجية على التقاعد. فممكن أي مجموعة يعني ممكن تعترض المحكمة الدستورية وتكسب ضريبة المثقفات وضريبة الأسهم وأيضاً الضريبة على التقاعد لما دفعها بالسابق، علماً بأنه بالثلاث دورات نيابية أنا موجود والحكومة بتحاول تدق هذا الباب وبتفشل. يعني للأسف معظم الموجودة البنود الموجودة هاي كانت في القوانين 2009 2011 2014 للأسف، يعني نفس البنود نفسها بتتكرر. موضوع بالعجوب المرة الماضية نجحنا، زملائي الموجودين من النواب
الحاليين والسابقين، نجحنا بالأربع تلاف فواتير يا أخوان. بعد ما نجحنا بمسك زمام الأمور تيجي الحكومة بتلغيها، يعني هذه غريبة جدا. واللي حكوا الأخوان بالدوار الرابع مصبوط، معناته الحكومة خافت من الحيتان. أولهم نحن المهندسين والمحامين والأطباء والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة والفوائد البنكية، واضحين الخمس بنود ليش الحكومة لغتهم، يعني واضحة، واضح الموضوع أنه خافت من الكبار ورجعت للصغار. الموضوع الثاني والأهم يا أخوان، نحن ما نبالغ بالأرقام اللي موجودة دائما. البنك الدولي دائما بيعتب علينا، بقول انه نحن إن لكم بالشارع او عن مواطنينكم مليارين وثلاث مليارات. يا اخوان هذه الارقام مش صحيحه، هذه الارقام معظمها فوائد متتاليه. بتعرفوا انتم الغرامه بضريبه الدخل او بالجمارك او بضريبه المبيعات 4% بالشهر كذا بتتولد. فنحن مع وجود لجنه، وكان في توصيات على مدى 10 سنوات لمجالس النواب المتتاليه وجود لجنه للمصالحات، لانه بعض هذه الشركات وبعض هذه الارقام غير موجوده على ارض الواقع. يعني بتروح على ضريبه الدخل بتقول فلان عليه 10,000 صاروا الان 100,000 دينار نتيجه الغرامات، لكن هذا الانسان مش موجود، هي الشخصيه الاعتباريه مش موجوده. فنحن هذا الرقم كل ما يعني نطرق بالبه بالإعلام عم بضغنا أمام المؤسسات الدولية والمؤسسات المانحة، لأنه مدام بقولكم مدام لكم مصاري عن شعبكم وحجبوها بالما تيجوا لعنا. فرجاء بلاش نبالغ بهي الأرقام، مع احترامي للأساتذة المحامين أكيد عندهم، لكن يا أخوان هذه معظمها غرامات. الموضوع الأهم والكتير خطر هي المناطق الحرة والمناطق التنموية والتصدير. كل دول الجوار، لبنان، سوريا اللي هن بحرب، مصر، كل دول الجوار تدعم التصدير يا أخوان، تدعمه بالفرق العملة. نحن من نيجي نفرض ضريبة على التصدير، يعني هذا شيء بضرب الصناعة المحلية ليوم القيامة. يعني هي أوجد الصناعة روح لسوق عمان المالي، وسوق السهم بسوق عمان المالي، التداول بسوق عمان المالي يا أخوان 3 مليون دينار، يعني لا يوجد سوق عمان مالي. فما بالك إذا فرضت ضريبة على أرباح الأسهم المتأتية من سوق عمان المالي. ولغويا بعض الاخوان القانونيين نوهوا لموضوع، شو بثبت لك انه فقط الشركات المساهمه العامه؟ ممكن بقرار من المدير بقول لك والشركات المساهمه محدوده المسؤوليه. مين بقول لك لا؟ لانه ما في تفسير قانوني بالموضوع. النقطه الاخيره الزراعه، انا بايدك وبالمجلس حاولنا الزراعه يا اخوان، سله الغذاء الاردني خط احمر بيأدينا، يعني الاردن نقص المياه وكذا، فانا مع اعفاء الزراعه بالمطلق. ولا يمكن أن تفرض على سلة الغذاء الأردني، مع أنه ما عندي إلا 4 شجرات زيتون، يعني ما في مشكلة، لكن يا أخوان سلة الغذاء إذا بنضلنا نفرض ضريبة على الغذاء، أوجد المزارع يعني ما في مجال أنه يتوسع بالزراعة. وإذا بننزل على الغور بنصير نبكي وبعض المناطق الزراعية، لأنه معظم الأراضي الزراعية بطلت تزرع. على الأساس لازم ندعم الزراعة. في النقطة الأخيرة أستاذ طلال، أنا بدي أحب أنوه، أنا 9 سنين وأنا كنا نجلس مع البنك الدولي. يا أخوان البنك الدولي ما عمره طلب فرض ضوابط، طبعا البنك الدولي بقول لك خفف نفقاتك، اعمل إصلاح بالإنفاق، ما بقول لك افرض ضرائب، اعمل إصلاح بالإنفاق. للأسف الحكومات المتتالية من 2007 إلى الآن ما استطاعت أن تمسك المؤسسات المستقلة اللي بتصرف 1,800,000,000 دينار. المؤسسات المستقلة كافية لحالة بسد العجز بضريبة الدخل. وشكرا. شكرا لك، شكرا جزيلا. احنا بس بدي بس اقول انه اذا اللي من اللي بيبقوا معنا بيصمدوا، راح اطلب من اخي احمد الجالوبي ان نشكل لجنة منكم للصياغة، بس يكونوا مستعدين ان يداوموا. بكرة بنخصص لكم قاعة نخرج بكرة التوصيات، يعني بدنا عملنا ما يضيع. من هو مستعد، من هو مستعد يعطينا يوم؟ بدنا بكرة بس كامل نجهز لك التسهيلات والسكرتارية وكل ما يلزم وتكون معنا. فأول متبرع دكتور مهدي العلم. معروف دكتور المهندس يوسف، المهندس يوسف إن شاء الله.
فاحنا راح نقحم الجمعيه يعني غصب عنكم. انت والدكتور وائل والاستاذ احمد بكون المنسق لهذا اللقاء ونجتمع بكره ابتداء من الساعه 9 حتى بنهايه النهار نكون طالعين التوصيات لحتى ما نلام بانه بعد توصياتكم متاخره. مساء الخير، اسمي سليمان حتاملي وكنت اكاديمي في جامعه الملك سعود. حضراتكم رفض هذا القانون، يعني استطلقوا راي الشارع الاردني الكل رفض هذا القانون. ورفض هذا القانون لا يحتاج الى عباقره في الاقتصاد ولا الى خبراء في الاقتصاد. لانه احنا هنا لو استطلعتوا واخذتوا عينات من كل محافظات الاردن بالشارع الاردني راح يقول لكم انه ليش ما يتم تحصيل الاموال من الاموال التهرب الضريبي. يعني لاحظوا على السوشيال ميديا كلياتها كل مواطن اردني يتساءل وبمراره وبحقد على هذه الحكومه انه ليش ما يتم تحصيل اموال التهرب الضريبي واللي هي تقدر حسب ما قرات بالمليارات، لا اعرف الرقم بالضبط ولكن بالمليارات. فالان السبب رفض هذا القانون في كل المحافظات والسبب اللي جعل المواطنين انهم يتصرفوا بجزء بقسوه شوي مع اللجان اللي اجت تناقش هذا القانون ومن حقهم طبعا وهم على حق تماما انه هذا الظلم الواقع على المواطن الاردني انه حصروا الاموال التهرب الضريبي بعدين طالبوا اذا صار في اي نقص او صار في احتجنا الى اي شيء في الاصلاح الاقتصادي انه يتم في الاخير اللجوء الى جيب المواطن الاردني. وهاي المراره اللي بشعر فيها المواطن الاردني لا اعرف ليش الحكومه الاردنيه متجاهلتها تماما وبقسوه وحتى عفوا بهالكلمه تحتقر هالمراره الموجوده عند المواطن الاردني. فبالتالي زي ما ذكر الاخ وانا المجالي انه حكى انه المواطن الاردني كل فتره او لما راحت حكومه الملقي استبشروا خير في حكومه الرزاق. للاسف الشديد زاد حقد المواطن الاردني وعلى هاي الحكومه لانه كانوا متوقعين يصير في شيء من الاصلاح، ولكن للاسف مثل الحكومات السابقه لا تقل عنها سوءا وفسادا ايضا. فالان انه السؤال اللي او الطرح او الاقتراح انه ليش ما يتم تحصيل مال التهرب الضريبي؟ فعلا انا واحد من الناس لا اعلم هل هو في اشياء قانونيه تمنحهم فعلا، في هل هي زي ما حكوا الاخوان مصطلحات الحيتان هل تمنحهم، مين اللي منحهم انهم حصلوا اموال التهرب الضريبي؟ وشكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. مين نكست معنا؟ شو مال؟ شكرا للملتقى، شكرا للدكتور وشكرا للاصحابي الحضور. انا اسمي زيان زواري. النقطه الاولى التي اريد ان اتحدث بها هي نقطة الثقة المفقودة. الثقة المفقودة وتراكمات الفشل المتراكم من الحكومات أدى بنا إلى الزاوية والأزمة التي نعيشها اليوم. اثنين، أي تشريع خاصة التشريع المالي أو الاقتصادي يهدف إلى عملية تنشيط الاقتصاد. وأتساءل هل مشروع قانون الضريبة هذا يؤدي هذا الغرض؟ هل يؤدي إلى عملية تنشيط الاقتصاد؟ أستطيع أن أجيب لا وبسرعة. ثلاثة، لا أريد أن أعيد مع تقدير التام لكل النقاط التي تحدث بها الإخوان سواء بالزراعة سواء بالصناعة وكل القضايا، لكن على ما يبدو أن رسالة هبة رمضان والأخوة في 30/5 لم تصل إلى الحكومة بعد هذه الرسالة، وبالتالي أعادت الحوار وأعادت القانون بنفس الأدوات وبنفس الوسائل وكأنه لم يحدث شيء. أربعة، الأردن يعيش أزمة الآن من شأن قانون ضريبة الدخل. يا أخوان، قانون ضريبة الدخل هو عبارة عن جزئية في منظومة التشريعات الاقتصادية. تم تركيز الأردنيين كلهم على مدى السنوات الثلاث الماضية على مشروع قانون ضريبة الدخل. طب يا عمي احكوا بالاقتصاد، احكوا بتنشيط الاقتصاد، احكوا بالصناعة، احكوا بالزراعة، احكوا بالنقل، احكوا بالطاقة، احكوا بالتعليم. ما فيش. فانتهى الأردن كله كما لو كان
مركب على هذا القانون. أربعة، لسوء الحظ نعلم جميعاً أن سياستنا المالية التي تبنتها الحكومات على مدى السنوات الماضية أوصلتنا إلى ما نحن فيه، تصدعات هائلة. لسوء الحظ أن السياسة النقدية لم تتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية حتى هذه اللحظة. وأنا عاوز بس أشير لنقطة بسيطة جدا، أن سياسة رفع الفائدة على الدينار الأردني تجاوبا مع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، هذا لا يساعد الاقتصاد على الإطلاق. الاقتصاد الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، نسبة البطالة عندهم بأقل نسبة من عقود، أنا عندي البطالة أعلى نسبة من عقود، فكيف أستطيع أن أسير باستمرار على هذه السياسة؟ لأن خوفي أن تجتمع السياسة المالية مع السياسة النقدية على اقتصادنا الأردني وتمسح. النقطة البرضك ما ذكروها الإخوان مع تقديري لكل واتفاقي مع كل ما ذكروه، موضوع البنوك يا إخوان. موضوع البنوك موضوع قطاع له خصوصية. هذا القطاع خصوصيته تنبع من ثلاث قضايا. الأولى أنه قطاع محتكر. أي واحد فيكم بده يروح يعمل يفتح دكان، يفتح ملحمة، يفتح سوبر ماركت، بيروح على وزارة الصناعة والتجارة خلال 4 أيام 5 بسجله بيفتح. لكن إذا أنت كنت عايز تفتح بنك، وزارة الصناعة والتجارة لا تستقبلك، بتقول لك روح البنك المركزي. بتروح البنك المركزي، البنك المركزي عنده استراتيجي وعمرها سنوات، بيقول لك إحنا عندنا بنوك ما يكفي. وبالتالي هذا القطاع محتكر. تنين، ملكية هذا القطاع بنسبة 50%، وهذه أرقام رسمية، ملكية قطاع البنوك بنسبة 50% مملوك لمستثمرين غير أردنيين. وبالتالي تثبيت هذه النسبة عند 35% هي انحياز للغني الأردني وانحياز للغني غير الأردني على حساب الطبقة الوسطى والفقير الأردني. النقطة التالية، الاناليسيز اللي قدمته الحكومة على لسان دولة رئيس الوزراء شخص بشكل واضح، لكن عندما أتى القانون، أتى القانون وكأنه لا علاقة له على الإطلاق بهذا التشخيص، وكأنه منفصل تماما. أسلوب الحوار اللي عرضته الحكومة أسلوب غير متماسك. طلعت أول شيء بدها ترفع الضرائب، بدها تزيل الضرائب عن الفواكه والخضار الطازجة، بعدين عن مدخلات الزراعة، بعدين عمالها بتقول أنا بدي بجوز أرفع الضريبة بتاعت البنوك شوي، بعدين. هذا المواقف اللي حطوا البلد خلال 10 أيام الماضية على صفيح ساخن، هذا مش يعني أغلاط حكومية واضحة جدا. النقطة الأخيرة اللي تحدث عنها الإخوان عن موضوع صندوق النقد الدولي، وأنا أتفق تماما مع اللي تفضل فيه أخي أبو صالح. أنا خبير صندوق دولي سابق. صندوق النقد الدولي لا يفرض علينا فرض محدد، بل بالعكس، أدبيات صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات الأخيرات تتناقض تماما مع تقول الحكومة. صندوق النقد الدولي عماله بيقول يا جماعة ارفعوا الضرائب على الأغنياء ونزلوها على الفقراء. أنا صندوق النقد الدولي كنت غلطان بسياستي السابقة اللي كنت أقول فيها اعملوا هيك، اعملوا ارفعوا الضرائب على الفقراء ونزلوها على الأغنياء منشان هم يستثمروا، منشان هم يوجدوا وظائف، ومنشان الاقتصاد يظلوا ماشي. أنا كصندوق أعترف بخطأي، هذه السياسة أدت إلى ازدياد الفجوة. شكراً. تفضلي سيد فوزية. يعني مساء الخير للجميع، وشكرا لعطوفة وسعادة الدكتور طلال أبوغزالي اللي صرحه، هو صرحي الوحيد طبعا، واحترم بقية الملتقيات اللي هو فيه شفافية ونزاعة. سيد الكريم، نحن أعطينا ما استبقينا شيئا الشعب الأردني، وفي مثل كانت ستي وأمي الله يرحمهم يحكون، نقلت بيتي على بيتك، خربت بيتي وما عمرت بيتك. بس معقولي انه لما ننقل كل اموال الشعب لجيبة الحكومة المخرومة،
راح هي تخرب. معلي انا اتحمل بالقانون زيد الكريم. دعونا نعلم سبب انهيار المديونية في البلد. يعني مرضوع انت على طبيب بشوف سر ألمك بعدين بعطيك العلاج. انا بدي اسأل حط الضريبة، لماذا انهار اقتصاد الاردني خلال 20 عاما؟ لماذا بيعت مقدرات الحسين؟ لماذا اخذنا 45 مليار؟ اعطيني جواب خليني اعطيك. لاننا فقدنا، احنا فقدنا بهيك حكومات. لن اعطي فلس لو بسجنوني، معلش باكل وبشرب وبلعب من النت مجانا. خلينا بالقانون. سيدي وجدت الحل. انا كل ليله بفكر بالاردن، بفكر بشباب الاردن، بفكر باحفادي. كل شاب هو ابني، كل اصغر مني هو حفيدي. مش مهم انا عايش بعطون عايش، لا لا، بدي افكر بالبلد وابناء البلد. سيدي واخيرا وجدت الحل. خلال 20 سنة اجوا 20 رئيس وزراء، كل واحد يحط مليار معهم، وانا بعرف انهم معهم. اللي معهوش مليار يحط 100 مليون، يحط 50 مليون. معليش لازم كل رؤساء، وانا راح اكتبها، خليهم اذا الملك استنجد وقال اين المحاربين القدامى، اين رؤساء الوزراء، اين الوزراء قصورهم عبث البلد، لا حسد الله يهنيهم. لكن طالما موجوعين يقدموا مساعدة للأردن، ليش يطلبوها مني؟ شكرا. خلص مدام عرفت الحل. شكرا. خلصت كلمتين. علينا بدي أشوف تسديد المديونية وقدرات البلد وين راحت ثمنها، نقدر نسترجعها من أول وجديد. وبعدين هاي ضريبة الوقود، ما إشي كهرباء فاتورة الكهرباء إلا وقود. شكرا. فرق البترول وين بروح؟ اسألوا شو وجع الأردن وأنا مستعد أعطيكم. شكرا شكرا شكرا. مسيكم الخير. مهندس أيمن الغيري نائب نقيب المقاولين. صحيح أنه غطوا يعني الأخوان معظم النقاط، بس بقي نقطة واحدة، أنه أنا أعتقد للآن الحكومة عمالها تضلل بالمعلومة. يعني أنا ما أعتقد أنه يعني إذا الإيرادات من القانون أو تعديل القانون حوالي 280 مليون ب 140 مليون تهرب ضريبي و 140 مليون ناتجة عن الضريبة والإعفاء. أنا بنظري هذا الرقم غلط، وإذا كان صح فالموضوع ترى لا يستحق الموضوع. إذا الرقم هذا صح الموضوع لا يستحق. أنت أمام انفجار ما بنعرف شو آخره، شو ينتج عنه خلل أمني، شو ينتج عنه في 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 مشكلة. فإحنا أمام سؤال، إذا الرقم هذا صح أنا بنظري الموضوع لا يستحق، وأنت بإمكانك هاي المبالغ الضئيلة إنك تحصلها من أي شيء. يا أخي ارفع البنزين بكرة 10%، ارفع المحروقات 6%، الغي لك مشروعين، الغي لك تقاطع هون، الغي تعبيد طريق بجهة معينة، اضبط نفقات. يعني الموضوع لا يستحق إذا كانت الأرقام بهذه الضآلة. إذا لم تكن الأرقام بهذه الضآلة نحن نطالب الحكومة بالإعلان عن الأرقام الحقيقية. النقطة الأخيرة أيضا أو النقطة الثانية، الفوترة. الحكومة مركزة بالقانون الجديد على الفوترة، وفعلا الحل هو الفوترة. طيب ماذا أعدت الحكومة للفوترة؟ يعني هل إذا بكرة قلنا أو من 1/1/2019 قلنا سيعمل بنظام الفوترة، يعني هل هي بهذه البساطة؟ نظام الفوترة مش لازم يعد له إلكترونيا، مش لازم يكون في نوع من المنهج والترتيب لنظام الفوترة. هل بكرة يعني الفوترة بمجرد أنك تقدم فاتورة وتطبعها عند مطبعة، هل هذا يعني هل هذا المقصود بالفوترة؟ هل هذا المفهوم العلمي لموضوع الفوترة؟ النقطة الثالثة اللي هي مفروض إنه الضريبة تؤخذ على دخل تحقق، وتؤخذ الضريبة من وفر.
الآن هل هناك عدالة ضريبية في تحقيق وضع نسبة على الأفراد بحيث يتساوى العائلة الصغيرة مع العائلة التي تعيل 7-8 وربما يعيل والده ويعيل والدته؟ هل هذا في عدالة ضريبية؟ هذا أنا بنظري بالعكس هذا فيه شبهة دستورية وهذا خلل. نقطة الأخيرة برضو في الشبهة الدستورية أن الإيراد الضريبي يفترض أن لا يزيد عن حاجة الدولة، وعندما تتجه الدولة رفع الضريبة أنا بنظري يجب أن تكون عالجت التهرب الضريبي وبذلت الإجراءات الأحسن من هيك في معالجة التهرب الضريبي. شكرا. شكرا. الاسم شهر العباد، مهتم بقطاع التعاون، وللأسف قطاع التعاون خلينا نحكي هو المظلة خلينا نحكي سواء للجمعيات الزراعية أو الصناعية أو خلافه، وأغلبه هو قطاع إنتاجي. وهذا القطاع للأسف حتى النواب السابقين واللاحقين والقانون السابق لم يتعرض لأي جزء من هذا الباب. فبتبلش عليه الضريبة من أول دينار 20%، وتعريفه في قوانين الضريبة يتبع الاجتهاد، يعني اجتهاد على المؤاخذة المقدم. ممكن يصنفوا شركة، ممكن يصنفوا يعني أي مؤسسة. فبالتالي هذه الجزئية ليش أنا حبيت أحكي فيها؟ لأنه في عندنا في الأردن حوالي 1,000,000 نسمة تقريبا، 1,000,000 نسمة. ليش؟ لأنه في عندنا 150,000 عضو مسجلين بحوالي 1,300 جمعية تعاونية على مستوى المملكة. وما في قرية بالأردن بأي محافظة إلا فيها جمعية تعاونية، سواء تنتج خلينا نحكي بشكل أسري أو اجتماعي. الأهم من هذا الكلام مسودة القانون السابق واللاحق لم تتعرض للجمعيات الخيرية، كمان لم تتعرض للجمعيات الخيرية. فهذا يعني مؤشر على أنه الجميع اللي قاعدين يساهموا في خلينا نحكي بالمشاركة في تشريع مثل هذا التشريع يهم كل أردني. فإحنا لما نحكي 1,300 جمعية تعاونية بنحكي عن 150,000 خلينا نحكي عضو مساهم فيها، 150 عضو. لو افترضنا إنه معدل الأسرة 6 أفراد هي 1,000,000 نسمة. فهذا قطاع يسوى إنه الناس تهتم فيه. هل مركزين لي على قصة الزراعي وما الزراعي وإلى آخره؟ طب وعدد المزارعين قديش بالأردن؟ هاي مسألة. والأهم من هذا الحكي القطاع الإنتاجي بالزراعة، يعني شو المنتج؟ يعني منتجات خلينا نقول مدخلات الإنتاج هم اللي مركزين عليها بدهم يدفعون عليها ضريبة. مش هيك؟ شكرا. فراس هارون. مساء الخير، فراس هارون مصنع الألمسة الجاهزة. أول شيء بشكر معالي طلال أبو غزالي على تأييد خطوة جلالة الملك بالتشاركية والحوارية الضرائية. إحنا في عنا قنبلة موقوتة حملتها حكومة الوصول لحكومة الملقي لحكومة الرزاز. ما جاش حكومات متبعة تقعد مع اقتصاديين مع محاسبين مع تنهي الأردن لمرحلة اقتصادية تانية للحل عن حل الضريبة. أول إشي. بعدين في شغلة ضرورية، إحنا دائما نحكي المستثمر 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 وبننسى المستثمر الأردني وبننسى الأيدي العاملة الأردنية اللي ممكن هي تقدم للبلد أكثر من بقدم المستثمر وأكثر من بقدم الضريبة. إحنا مع نمي الصناعة، إذا نمينا الصناعة بننمي الضريبة. وشكرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عمار الطربوش تاجر. أنا بدي أحكي بس عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى الشرائح الضريبية. الحكومة بتدعي إنها بتستهدف الطبقة الغنية وإنها تركت الطبقة الوسطى والفقيرة، بس الشرائح الضريبية العكس تماما، لأنه حجم الشريحة كتير صغير، 5,000 دينار، يعني بتحكي على حوالي 418 دينار بالشهر. يعني كل ما زاد دخلك 418 دينار بالشهر بتطلع من شريحة 5% للعشرة والخمستاش للـ22 25. إذا كان بيستهدف الطبقة الغنية المفروض كان إنه الشريحة تكون 10,000 12,000 20,000، بحيث إنه كل ما زاد دخلك تدفع نسبة أعلى. هيك المنطقي بيحكي.
المنطقة الثانية تصاعدية الضريبة موجودة بس على الأفراد، لكن على الشركات ما فيش تصاعدية، الضريبة ثابتة 20%. فالشركة اللي دخلها 1000 دينار بالسنة بتخضع لنسبة ضريبة 20%، والشركة اللي دخلها 1,000,000 دينار بالسنة بتخضع ل 20%. هذا يعني غير منطقي بالمرة صراحة. الشغلة الثالثة الفوائد على الأرباح على فوائد الأسهم. الحكومة بالقانون تبع الملقي كانت عاملة ضريبة زيادة على البنوك، هي مجرد حولتها من البنوك للناس العاديين، فعملت زيادة على الأرباح الفوائد الأسهم من 5% إلى 10%، يعني الضعف بده يدفعها المواطن العادي، ما راح يدفعها البنك. يعني هي مجرد بس شفت من الطبقة الغنية اللي هي البنوك للطبقة العادية اللي هي الطبقة الوسطى اللي بيجي عنده 5-6,000 دينار حاطهم بالبنك زيادة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. استاذ طلال الله يمسيكم بالخير جميعا. اخواني قبل ما نناقش موضوع الضريبه وقبل ما نحكي بالضريبه، انا اسمي الصحفي علاء عش الدوين. قبل ما نحكي موضوع الضريبه وقبل ما نحكي باي شيء متعلق بموضوع الضريبه ونحكي عن موضوع اصلاح الزراعي واصلاح سياسي و و و تعال خلينا نمسك الفاسدين نقعد احنا وياهم زي ما عملت الدوله شقيقه ومسكت السياسه مسكت الناس الفاسدين في هالبلد في بلادهم وحققوا معاهم واخذوا منهم فلوس، وبعدين بيجي بنحكي باصلاح سياسي وبيجيني عمر رزاز دكتور محترم رجل سياسي احنا بنحبه وبنحترمه، يمكن هو الرجل في المرحله القادمه يكون يصلح لمنصب رئيس وزراء لما يكون في اصلاح حقيقي، لما يكون في عن جد ناس بتحب الاردن من قلبها، ناس خايفه على الاردن من قلبها، مش ناس فاتحه حسابات بسويسرا وعندها قصور بدبوق. اللي بيحب الاردن كان بالشارع لما كنا في الدوار الرابع، اللي يحب الاردن وقف وخاف على مصلحه البلد وهدف وطلع وقال انا هاي البلد بلدي بدي احميها، لانه والله العظيم اذا صار شيء في الاردن ساعتها لا بنقعد جالسين حوالين نحكي مسوده قانون ضريبه ولا بيع ولا هذا كله حكي زي ما بيحكوها سواليف حصيده على جدي. الحكي الحقيقي اني انا اجي اوقف قدام كل واحد فاسد في الاردن واقول له انت المايك خرب فاسد انت في البلد هاي ما إلك مكان، مكانك الوحيد جوا السجون أو تدفع مقابل الفساد اللي أخذته. الله أكبر، وزير ونائب ومعالي وعطول في دوخة 3500 ليرة، ليش شو بقدمني؟ أصلا العمل السياسي هو عمل تطوعي، لما أجي أنا بدي أكون نائب كيف بدي أخذ 3500 ليرة؟ يعني أنا بنتخبه وبوخذ 3500 ليرة وابنه بتعين وهو بصير وبصير معالي وكل احتراماته سيدي وبيك، هاي سبب أقف أطلع ما شفتكش يقول أنا معالي صادق. والله العظيم بطل كل الأردن معالي، ثلاثة أربع مواطنين والباقي معالي وسعادة. شكرا جزيلا. إذا قصدني أنا بتبرع، أنا بعرف إنك أنت بتبرع في راد مكتب عمليس الأعيان لمركز محسن للسرطان، أنت ودولة فيصل الفايز أنت الوحيدين الاثنين متبرعين لمراتبكم لمركز محسن للسرطان. شكرا. الله يمسيكم بالخير. أنا مصطفى بن ياسين مدير وكالة سمع الأردن الإخبارية. أنا جايكم من قرية من شمال الأردن اسمها كفر الماء. كل بيعرف كفر الماء؟ والله ما أتوقع. والله ما أتوقع. الله يمسيكم بالخير. سيدي المناطق النائية في الأردن محرومة صحيا وتعليميا وحتى وظائف. أين المسؤولين؟ أين المسؤول اللي طالع لي على المحافظات وقاعد لي بالجامعات؟ بهتلنا وزرانا يا جماعة، بهتلنا مسؤولينا في البلد. المسؤول قاعد بصل على المحافظة بسمع كلمتين وبروح وعد اليوم بالزرقة ومبارح بالطفيل وبكرة بصر وين يا جماعة؟ مش هيك الأردن. الأردن أبناء عشائر قائمة على عشائر الأردن. الأردن اللي عنده حركة وعنده حرية للبلد اقسم بالله بدفع من جيبته إلها. احنا بدنا نوصل رسالة يعطونا حقوق بسيطة، تعليم، صحة، وظائف، يخضوا الكراسي يخضوا المناصب وخلونا وطن بس. بارك الله فيك، شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم احمد بن يونس من دير ابو سعيد من شمال الاردن برضه. بلدياتي واصل. استاذي تفضل قرب هون. تفضل. الموضوع اللي انا بدي احكي فيه بدايه، يعني انا بدي اشكر ملتقى المعالي طلال ابو غزاله اللي هو حيث نجح، يعني في حيث في النقطة التي فشلت فيها الحكومة. الحكومة حاولت انها تعمل حوار على مستوى لكن فشلت، لكن هون يعني بصراحة قمة النجاح في انه ادارت حوار ناجح وواعي في مناقشة قانون الضريبة.
النقطة الأساسية اللي بدي أحكي فيها أولا اللي هو أنه بدي أرجع بالحكومات السابقة لما أقنعتنا بضريبة المبيعات، لما أقنعونا بضريبة المبيعات ألغوا أو رفعوا السقف تبع ضريبة الدخل، فهسا أنه يجوا يرجعوا عكسي يعني ضلوا خلال السنوات السابقة يرفعوا ضريبة المبيعات على أساس ما فيش ضريبة دخل، هسا برضو يرجعوا يعني حققوا فتين ضريبة مبيعات ضريبة دخل. معي فاتورة أي فاتورة أي سلعة تأخذ عليها ضريبة حتى لو ما كنتش أنت يعني متعد السقف، فإحنا دافعين ضرائب دافعين ضرائب. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها اللي هو الضريبة لازم تكون على صافي الدخل. أنا موظف راتبي 1400 دينار اللي بحاسب عليه الضمان الاجتماعي، لكن صافي الراتب تبعي 800 دينار، فأنا ليش بدي أحاسب؟ بدك تحاسبني على 800 ولا على 1400؟ فهذا هون فيه بكون يعني غلط كبير في الحسبة. بالنسبة لضريبة الدخل على مستوى الفرد سواء حسبناها على القانون الحالي اللي هو 12000 أو على 8000 تاعت المشروع القانون الحالي، فإذا كان فيه ضريبة بدها تكون على مستوى العائلة فلازم تكون مثلا سواء كانت 12 أو 8 على مستوى المشروع فلازم ضرب عدد أفراد العائلة، يعني في عندي العائلة من الاثنين تكون 16 لو بدنا نفرض أنها كانت على 8، ثلاث أفراد يكون 24 وهلما جرة، يعني إذا عائلة فيها 5 أفراد تكون على 40000، فمش عدالة إني أجي أقول والله دخل الفرد 8000 وعائلة 7 أفراد أو 8 أفراد في منهم اثنين عاطلين عن العمل واثنين جامعات أجي أحاسبهم على 16000. النقطة الرابعة اللي بدي أحكي فيها اللي هي شو يعني الدراسة اللي عملتها الحكومة بالنسبة للظاهرة الإجرامية اللي قاعد بيصير بالأردن نتيجة البطالة. أنا وأنا جاي على الطريق شفت فيديو جريمة قتل مباشرة على الهواء على الكاميرا، واحد قتل بياع بسطة قهوة يعني وبساطة أطلق عليه النار، يعني شو الخلاف بيناتهم؟ لكن في النهاية لما أجي أنا بدي أقول شو أسباب الظاهرة الجرمية هاي، أنا متأكد إنها البطالة والفقر واللي بتدفع الناس لأمور كثير. شكرا. بعد محدودة الوقت استاذ. القانون ماشي، القانون اللي اسقط حكومة الملقي على 16000 دخل، وهسه بيجي الرزاز بيقول لي 17000 يعني فرق 1000 دينار بس والخط لغير 17 و 18 يعني مش منطقي، يعني مش معقول. مش بين الحوار الفاشل اللي قاعد بتقوم فيه الحكومة بالمحافظات، يعني يخلو من المضمون فقط شكليات. بالنسبة لل إذا إحنا بدنا نحكي عن واردات الحكومة، فالأولى بواردات الحكومة أنها تعمل على يعني تخفيض مخصصاتها، وليس إنه شو أنا بدي أجيب واردات، يعني المصاريف النفقات هاي النقطة الأساسية لازم تسعى فيها الحكومة، تخفيض النفقات وليس زيادة الواردات من الشعب. النقطة الأخيرة للأستاذ أحمد الجالودي اللي هو وين دور مجلس النواب بكرة؟ احنا عارفين انه هسه هذا مشروع قانون مطروح بعد ما تحول لمجلس الأمة اللي هو مجلس تشريع ورقابة، وين دوركم؟ هاي امانة برقبتكم، وانتم بتعرفوا انه الشعب كله من شماله وجنوبه من شرقه لغربه رافضوا القانون، فاذا انتم بكرة بدكم توافقوا عليه، اذا انطرح عندكم وانطرح للتصويت ووافقتوا عليه فانتم بتكونوا خدتوا الامانة، ويعطيكم العافية. شكرا الاخوان اشبعوا النقاش، لذلك انا ساوصل رساله. انا المهندس منذر ابو جماعه، احنا من ملتقى الاصلاح والتغيير، ملتقى ناشئ شبابي فكري، وجودنا هون فقط بمؤازره هذا الملتقى الفكري في وجود الاخوان الموجودين، احنا نعزز الملتقيات والمؤسسات ونركز على الملتقيات اكثر من الشفوص لانها فيها الادامه والاستدامه. قراراتنا التقينا امبارح مع الضريبة في مقر ملتقانا، قدمنا مقترحات سأزود فيها المقترحات والهي حتى تعزز ما قدمناه في الأمس. القضية هي فقط 280 مليون على الأردن، مش قضية كبيرة يستطيع هناك حل. أنا النقطة فقط الوحيدة اللي أريد أن أضيفها هي النقطة القانونية اللي أفادونا فيها اللجنة القانونية ضمن ملتقانا، وهي وجود الثغرات، وهناك ثغرات قانونية قاتلة موجودة وهي في النص كما وردت. يعني أنا لست قانونيا بس اعتبر القرار فرض الضريبة القطعية سندات تنفيذية تخضع لقانون التنفيذ،
وهذا التعديل يقضي بجواز حبس المكلف سندا لاحكام قانون هذا التنفيذ. وطبعا هذا لم يكن موجود في القوانين سواء الدائمه او المؤقته او المعدله، ولا ويجب ان يكون هناك اكتفاء بقوانين تحصيل الاموال الاميريه. هناك ايضا ثغرات اخرى لا يتسع لها المجال. ندعم ونؤازر هذا الملتقى بملتقانا الفكري، ونشكر استضافتنا اليوم في هذا الملتقى وإدارة الحوار بهذا النهج الراقي الذي نعتز ونفتخر فيه كأبناء الوطن، وشكرا لك. شكرا لك. مساء الخير للجميع. معالي، في عندنا بالبلد حديثين، كلام سرايا وحكي قرايا. حاولنا في الفترة الماضية نحل نقاط الخلاف بين هذول الحديثين ونوجد قاعدة مشتركة ننطلق من خلالها وما نتطرق لموضوع الفوضى. استخدمنا مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال اقتراحات ونقل صورة ووجهة نظرنا. أخفقنا، ما لقينا إلا الشارع، وتواجدنا ما قبل الدوار الرابع إلى حين وصلنا لمنطقة الدوار الرابع، وكان هناك من ينصد تغيرت الحكومة، الضريبة كانت حجة لنزولنا من أجل المطالبة بتغيير النهج. الآن تعاد الأمور كما هي. الآن احنا قاعدين هون والأجهزة الأمنية موجودة والحكومة والوزراء ما يعرفوا بالضبط شو يجري خلف الكواليس. الشارع محتقن، نخاف إذا نزلت الناس للشارع ما يلاقوا شيء يرجعوا عنه. المرة الماضية التعديل أو تشكيل حكومة جديدة خلانا نرجع البيوت، المرة هذه ما نعرف شو الإجراء اللي خلي الناس ترجع البيوت. الضريبة اقتصادية لا نعرف شو هي الأرقام، أنا مش اقتصادي ولا بعرف الأرقام، أنا يهمني الوضع الأمني في البلد. الشارع محتقن ويجب امتصاص غضب الشارع، إرسال الوزراء للمحافظات، هم أشخاص غير مرحب فيهم أصلاً، فوجودهم في المحافظات زاد الأمر سوء. من خلال منبرك يعني معاليك إحنا بدنا نوصل رسالة امتصاص غضب الشارع وعدم استفزازه بوجود هذول أصحاب المعالي. شكراً. شكراً.